ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. عايز أشوف إذا كان الفيديو ماشي كويس ولا بيقطع وصوت كويس ولا لا، فأول الناس يدخلوا يا ريت لو تكتبوا. نجاتي قال لي اعمل دونت ديسترب، فانا عملت، بس برضو الموبايل رن مش عارف ازاي. ربنا يبارك لك. طب انا الصوره كويسه والاضاءه كويسه ولا في حاجه عايزه تتظبط؟ والصوت كمان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا ايمن. يعني كده تمام والله. حلو. حبيبة خلاص انا بقيت لايف دلوقتي، عشان حبيبة من رايزر بتشيك على انه كل حاجة طلعنا. طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طب نجاتي المفروض استنى كده كام واحد يبقوا لايف وابتدي. حلوة حكاية الناس تكتب. اوبا الصورة بتقطع. لا تكون بتقطع عندك انت. طيب مش عندي. ما هو بص يا احمد، هو ده السؤال اللي دلوقتي كل الناس بتساله. انا عندي فكره مشروع، او انا بدات فعلا ودلوقتي معناش فلوس نعمل الماركتنج، فنعمل ايه؟ دي الحاجه الشائعه دلوقتي كتير يعني. طب خلينا اجرب ال كده كده. فرق الصوت ولا زي ما هو؟ يعني برضو يا ريت تقول لي. كده الصوت احسن؟ حسام غالبا بعد ما اخلص هسجله باذن الله. باذن الله. هو انا اول مره اعمل لايف، فتجربة غريبة جدا عليا، وإن أنا عمال أتفرج على الناس اللي عمالين يدخلوا كل شوية ويتكلموا، دي جديدة. كده الصوت أحسن. طيب الحمد لله. لا إله إلا الله. هل الصوت بيقطع؟ طيب أمال إيه؟ يعني مش من عندي. الحمد لله. نبدأ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكونوا بخير. أنا مش عارف أوصف سعادتي بإن أنا موجود معاكم النهاردة، وخصوصا إن ده أول لايف فعلا أعمله. بس لحظة واحدة عشان نسيت حاجة، المفروض أشير ده على صفحتي أتليست، صح؟ طيب. ودي كانت مبادرة من محمد أبو النجا نجاتي، ربنا يبارك له ويسعده يا رب. حد خدوم جدا والناس بتحبه مش من فراغ بصراحة، ربنا يبارك له. كان قال طب بدل ما احنا قاعدين في البيوت، والطلبه بالذات قاعدين في البيوت، حتى الموظفين قاعدين شغالين من البيت، طيب ما نعمل بقى حاجه تبقى بالنسبه لهم مفيده اكتر. ما تيجي نعمل. الصوت تمام والصوره فصلت؟ لا والله. ثواني هشغل ال 3G. طب معلش. بصوا معلش انا اسف، استحملوني عشان والله دي اول مره اعمل لايف، فانا مش فاهم في الحاجات اللي عماله تطلع لي دي، ومش عارف لو دوست حاجة هيحصل حاجة ولا لأ، معلش يعني. طب اللي عنده، طب معلش، اللي عنده الصورة بتقطع يكتب لي إن هي بتقطع. اللي عنده الصورة بتقطع بس يكتب لي. طب كويس. طيب تمام، توكلنا على الله. انا لو وقفت كده هتفتكروني ان انا ماشي ماشي. فكان محمد ابو النجا نجاتي كان بدا المبادره ديت، ورايزب خدوا على طول الفكره تاني يوم يمكن، وقالوا طب يلا نعمل الشغل دوت ونبتدي حلقات
انه المؤسسين الشركات والفاوندرز والناس اللي مشوا في الطريق بتاع الستارت اب بييجوا يقول ايه الحاجات اللي كان نفسهم يعرفوها قبل ما يبتدوا عشان ده كان هيوفر عليهم. ودي الحلقه الثالثه من الموضوع، وانا بعتبرها حلقه تاسيسيه زياده عن اللزوم شويه. يعني انا هحاول اغطي مواضيع كتيره لان البدايه بتبقى فيها شغل كتير وبيبقى فيها تعب، بس تعب موجه، عشان لو هو مش موجه يبقى هيضيع الدنيا. فالتعب الموجه ده عنه دلوقتي انه الموضوع مش بقولة يلا يا جماعه ما تيجوا نعمل مشروع مع بعض ويلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا واحنا كلنا زي بعض. احنا رجعنا لايف صح؟ طيب كده احسن؟ اعتقد ان شاء الله كده بقى احسن. ماشي. فزي ما بنقول مش هتبقى بالبساطه دي انه ما تيجوا نعمل حاجه مع بعض وخلاص. عايزين بقى نعمل حاجه على اساس وعارفين احنا رايحين فين، فالاتجاه محدد وماشيين كويس. المواضيع اللي هحاول اغطيها النهارده ان شاء الله، ولو ما لحقتش اغطيها ممكن بعد كده نعمل لايفات تانية ان شاء الله على صفحتي، هي 10 نقط، منها حاجات سريعه ومنها حاجات محتاجه وقت شويه. الحاجات هي يعني ايه رياده اعمال وستارت اب. طب انا هعيد ده تاني معلش بقى على الواي فاي. طب استنوا نعيد، انا كده فات 10 دقايق، خلونا نعيد بعد معلش. طيب فهنتكلم عن يعني ايه رياده الاعمال، ايه اهميه ان احنا نتعلم رياده اعمال وبزنس اصلا، هل نقدر نشتغل من غير ما نتعلم بما ان احنا فاهمين شويه ماركتنج واداره وبتاع خلاص ونشتغل وتمام، ولا لازم نتعلم رياده اعمال. ثالث حاجه، ليه الواحد بيفكر يعمل ستارت اب وايه الفرق بين فكره وفكره، ايه الفرق بين واحد فكر بطريقه وواحد فكر بطريقه تانية، هل هتفرق في نجاح الفكره قدام. وبعدين ازاي الافكار بتطلع اصلا. ساعات حد بيقول هو انا عايز اعرف الناس اللي بيعملوا مشاريع دول بيجيبوا افكارها منين. خامس حاجه هتبقى الابتكار والابداع، انا عندي الفكره ازاي الفكره دي ابقى برضو حاطط فيها الحاجات اللي تخليها عندها الامكانيه تغير وتفرق ومحدش يقدر ينافسها. السادسه، الفرق بين الستارت اب والشركه العاديه، لان كتير بنشوف ناس يقولوا احنا قدمنا على انجل انفستورز ومفيش حد فيهم وافق ان هو يمول المشروع، ايه المشكله، الغلط فين؟ ويطلع في النهايه انه نوع المشروع بتاعه ما هوش مناسب اصلا للنوع ده من الاستثمار. ايه بقى الخطوه الاولانيه الحقيقيه في المشروع؟ التفاصيل اللي هتحددها ايه هي؟ الخطوه اللي بعدها او النقطه الثامنه هتبقى الفاليديشن او التحقق، ازاي اتاكد ان فكره المشروع كويسه؟ في شويه نقط كده لازم اطلع المعلومات بتاعتها. والتاسعة الشركاء، والأخيرة هتبقى التمويل الذاتي الأولي، وده سؤال شائع جدا، احنا خلاص عندنا فكرة وتلمينا مع بعض نجيب فلوس منين؟ فإن شاء الله يا رب نلحق نوصل لها. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ريادة الأعمال معناها إيه؟ احنا طول عمرنا عارفين إنه البزنس التقليدي هو إنه حد بيفتح شركة ويخش معاه شريك أو ممول ويبتدوا مع بعض وخلاص الموضوع اشتغل وبقى تمام التمام. والشركة تكبر وتعمل، ممكن توصل لان هي تعمل ارباح يبقى الدنيا تمام، او ان هي ما تعملش فتحتاج تمويل عشان خاطر يسندها لغاية لما تعمل ارباح او ما تكملش. في الحالة دي ده بيبقى مشروع تقليدي. ليه؟ لانه هو معروف، البيزنس بلان محطوطة من الاول او دراسة الجدوى معروفة من الاول، هنحتاج فلوس قد ايه عشان نصرفها على ايه ونجيب ناس يعملوا ايه، مفيش اختراع في الموضوع، مفيش حاجة جديدة هنجربها. الستارت اب طالعه عشان تغير المفهوم ده، تقول خليكوا شغالين في الاتجاه التقليدي العادي، اعمل شركه سوفت وير زي ما انت عايز، اعمل مركز تدريب، اعمل شركه استيراد وتصدير، اعمل فندق او مطعم، بس تعالى بقى ثانيه وقول طب ما انا ما عنديش راس المال الضخم اللي يعمل ده في الاول، او انا عندي الموضوع بقى كراودد جدا وبقى فيه منافسه كبيره قوي فما بقاش مناسب ان انا اجي اعمل مشروع بنفس الطريقه، يبقى ملوش لازمه. فبقى هنا بقى في الاحتياج ان انا اطلع بقى بفكره جديده ديسربتيف او بتغير الطريقه التقليديه اللي بيتعمل بيها الموضوع. يعني مثلا الناس متعوده تروح تاجر في فندق وبوكينج اتعمل عشان يخلي الناس ياجروا في فندق، يطلع واحد يقول لا بلاها بقى السكه دي خالص، الناس هتاجر في بيوتها الشقق والاوض للناس. ده ايه المفهوم ده؟ بيروح طالع لنا فكر جديد يغير الصناعه نفسها او المجال نفسه. ادي الحته الاساسيه الاولانيه في رياده الاعمال.
الحته الثانيه يعني اذا هو ملوش اساس، ملوش موديل سابق هيتعمل عليه، هو بيتعمل بموديل جديد، فكره طلعت كده، وموديل جديد بيتلافى اخطاء الماضي وبيخليه يطلع يغير ويقدم حاجه افضل على اساس ان هو لو نجح يبقى هو ده اللي هيكتسح، وهو ده اللي مع الوقت هيبتدي يسيطر، ويبقى هو ده في الاخر الحقيقه اللي موجوده. الفرق الثاني انه زي ما قلنا دلوقتي، بما انه هو ما كانش له مثال سابق، يبقى او مش الفرق، خلينا نقول رياده الاعمال، انه زي ما قلنا دلوقتي انه هو ما كانش له مثال سابق. انتوا كده مش شايفيني ولا ايه؟ معلش يا شباب، شايفيني كويس؟ في كذا حد بيقول النت مش كويس. فهل شغال ولا بيقطع ولا ايه؟ وانا ملاحظ ان محدش علق خالص، فيعني ليكون الناس بيقولوا تمام اهي على اللابتوب. اقلل الريزوليوشن، انا مش عارف اقلل الريزوليوشن. طب خلاص، ده حتى رايسب شايفني. طيب تمام، حلو. انا مش عارف اقلل الريزوليوشن منين، فما عنديش اي، مش عارف. ماشي. في رياده الاعمال انه بما ان مفيش مثال سابق ليها، يبقى احنا عندنا شغل كتير لازم نعمله عشان نتاكد ان الافتراضات بتاعتنا ان الناس هيعجبهم الحل ده، وان احنا كده ماشيين صح، وان السعر صح، وان هو ده التيم المناسب، و عايزين نقعد نعمل فاليديشن وتحقق للافتراضات دي عشان في النهايه نشوف هنعرف نحقق ده ولا لا. فالطريق بتاع رياده الاعمال طويل جدا، لانه تجارب كتيره جدا. ده يمكن الفرق الاساسي او الميزه الاساسيه بعد الانوفيشن والديسربشن، ان هو بيحتاج فاليديشن مستمر وتحقق كتير قوي عشان نعرف ننفذ. ففي تجارب بتحصل بقى، احنا بنجرب نعمل حاجه ما تنفعش، نعمل حاجه ثانيه ثالثه لغايه ما نظبط في الحته اللي احنا بندور عليها. وده بيتطلب طبعا فلوس وبيتطلب حاجات، هنتفرج على الكلام ده بعد كده ان شاء الله. وبالتالي طلع التعريف بتاع الستارت اب او الشركه الناشئه بالعربي، ان هي الكيان اللي طلع عشان يحقق فكره بيفترض انها فكره ممتازه، ويقعد طول الوقت يحاول يحققها. هو لسه مش هيحققها، طول ما هو ما حققهاش هو لسه مش شركه، مش حاجه تقليديه، لغايه لما يشتغل ويحققها ويوصل لها ويسكيل ويكبر ويكبر، يقوم بعد كده بالتدريج بعد سنين طويله شويه يتحول يبقى شركه تقليديه. يبقى هو في البدايه بيبقى كيان لسه بيدور على ان هو هيعرف يثبت الادعاءات بتاعته والتصور بتاعه، ولا مش هيعرف يثبته. تاني نقطه، ليه بنتعلم رياده اعمال؟ طب ما هو هل نتعلم بزنس؟ يعني هل بزنس كافي؟ في ناس بيتعلموا في تجاره ويقول لي طب ما انا مخلص تجاره واخد الحاجات دي كلها، واخد اداره اعمال وتسويق واتش ار وكل الحاجات اللي تنفع ان انا افتح شركه، طب ما افتح ستارت اب؟ لا، لان الحاجات اللي مطلوبه عشان افتح شركه ما هياش الحاجات اللي مطلوبه عشان افتح ستارت اب. عشان ابدا الستارت اب، النقط الاساسيه اللي انا لازم ابقى عارفها هو الرحله نفسها بتاعه الستارت اب بتمشي ازاي، عشان اتحرك واعمل خطوه واللي بعدها واللي بعدها، فعارف وانا فين. ده مش حاجه سهله، وبتبقى مفاجاه بالنسبه للناس اللي فاكرين ان هم بينشئوا شركه عاديه، بالناس اللي بالذات الناس اللي باك جراوند كوربريت وما يعرفش حاجه على الانتربرينورشيب، هو بيتعب شويه في الاول. لما بيتعلم انتربرينورشيب ما شاء الله بيبقى افضل بكتير من غيره كمان. فالحته المهمه انه انا من غير ما اكون متعلم رياده اعمال بالتفاصيل بتاعتها، الجيرني رقم واحد، طريقة الفاند ريزنج رقم 2، الفاليديشن دي ده جزء أساسي كده في ريادة الأعمال، ده رقم 3، الشراكة هتتعمل إزاي وتقسيم الحصص دي بقى بيحصل بسببها مشاكل كتيرة قوي، ده رقم 4. كنت عملت سيرفي قريب، شارك فيه 1000 واحد، منهم 500 واحد من رواد الأعمال اللي عندهم مشاريع حالية وسابقة. فأنا فاكر كويس، أنا لسه ما خلصتش الدراسة لأن الداتا عايزة تتنظف شوية، بس أنا فاكر إنه السبب الرئيسي لفشل المشاريع اللي هم كانوا مختارينه وبيقولوه، الحاجة الأساسية كانت إن أنا ما كانش عندي معلومات كافية في ريادة الأعمال. يعني الناس قدرت تكتشف بعد سنة ونص وسنتين من إنها اشتغلت وجربت، إن يعرف شوية معلومات في البداية كانت فرقت معاه. دي بتعمل طبعا ازمه كبيره ومشكله كبيره قوي، وبتخلي الواحد يرجع يندم، طب انا ليه ما اعرفش الكلام ده من الاول؟ وهتوفر اخطاء وهتوفر حاجات في الطريق هي معروفه بس هو الواحد ما يعرفهاش. فمن غير ما تكون عارف، يعني لو انا عندي انا جاهل بنقطه معينه،
ليه اروح اتعب عشان اتعلمها وادفع ثمن غالي قوي لما انا ممكن ان انا اتعلمها بسهوله من حد، من فيديو، من كتاب، من كورس، من حاجه زي كده، اقوم اطلع سلمه واخد انا السلمه اللي بعديها اللي لسه اتعب فيها برضو، ابقى عارف واقف على اساس صلب. اهميه التعلم رياده الاعمال بيجي بعدها البيزنس، لان اهميه البيزنس بتبقى في حته ان انا ابقى ملم بالشركه، بالستارت اب بتاعتي عامله ازاي، شغلها عامل ايه، بيعملوا ايه، كل واحد بيعمل ايه دلوقتي، وعارف انا ههاير على اساس ايه، وههاير عين ناس عندي ايه، وعندي المبادئ بتاعه التسويق، فقادر ان انا انفذ دوت. فالمبادئ بتاعه البيزنس مهمه، لكن وانا داخل ستارت اب انا عايز اتعلم رياده اعمال، هو ده اللي انا عم اركز عليه، الفرق ما بين ان انا اتعلم رياده اعمال واتعلم بيزنس. فبما ان احنا بس مش بنتكلم قوي في شركه عاديه دلوقتي ومش مركزين بيزنس تقليدي، خلي كلامي برضو مركز على رياده الاعمال. طيب نمره 3، الواحد بقى بيفكر يعمل ستارت اب ليه؟ بنشوف كتير السبب الاساسي اللي حد بيعمل مشروع له، هو ان هو زي ما كان نجاتي قال في الفيديو بتاعه، بيبقى واحد قاعد مع اصحابه على القهوه ويقول لهم ما تيجوا نعمل مشروع مع بعض، احنا نفسنا من زمان نعمل مشروع، وانا جات لي اتكلم. ف ده حاجه منطقيه، بس سبب ان احنا نعمل مشروع عشان نبقى مع بعض ونفسنا نعمل مشروع مع بعض مش سبب كافي، لان عادي انا نطلع بفكره ويلا ونعمل مشروع مع بعض، واحنا بعض ما نتخانقش بعض، بس ده مش هينجح المشروع. ايه اللي في ده ينجح؟ مفيش مقوم فيه ينجح المشروع. سبب تاني، حد يقول انا عايز اعمل الستارت اب لان هي دي الترند دلوقتي، النجاح بيتصنف ان انا عندي البيزنس بتاعي، الستارت اب بتاعتي، لانه شايف كل زمايله والنشاط الطلابي واللي اتخرجوا واللي ما اتخرجوش واللي شاركوا في المسابقات وفازوا واللي شاركوا في المسابقات وما فازوش، كله بيتكلم على انا عايز ابقى عندي ستارت اب، او انا عندي ستارت اب ده احنا فزنا بالمركز الكذا وصورهم طالعه ومش عارف ايه، فمتخيل ان ده النجاح. ده مش النجاح، بس ده مش وقت ان احنا نتكلم عليه بالتفصيل، انما ده مش النجاح خالص، ده حاجه الناس بتجربها في السن الصغير دوت، وهنشوف النتيجه بتاعتها، واحنا في الحقيقه بنشوف النتيجه بتاعتها، ولكن ستيل ده مش سبب كافي. انا بعمل ده عشان هو ده الترند والناس كلها بتعمل كده، ده مش سبب كافي. يعني لما تشوف الناس كلها رايحه في اتجاه، انت ما ينفعش ان انت تروح في الاتجاه ده ومتصور خلاص بدل ما هو كله بيمشي هنا يبقى هو ده الصح، ما حدش قال كده. خليني اجرب تاني اقفل، كان الفودافون احسن من الدي اس ال، معلش هو النت في التجمع عندنا صعب جدا، فودافون تي داتا اورنج كل الحاجات، فانا اسف على ان هو بيقطع، بس برضو يا ريت تدوني كونفرميشن ان هو شغال كويس عشان اعرف اكمل. انا كان المفروض اروح اصور من عندك يا نجاتي. انا بفتح برضو على شغال كويس. طب حلو، يبقى كده على 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 فودافون احسن. طيب تمام. فحد بيقول عشان ده ترند، حد بيقول عشان ابقى مشهور واحس ان انا نجحت، او ان احنا نعمل مشروع مع بعض. في بقى سبب رهيب، حد بيقول عشان يبقى عندي فلوس، ده بنسمعه كتير، وللاسف ده سبب عكسي، يعني ده سبب مش صحيح. اللي بيدور على ان هو يعمل ستارت اب، يعني انا مش المفروض اقعد اتكلم في ده كتير، بس اللي بيدور على ان هو يعمل ستارت اب علشان يجي له فلوس ويبقى غني، ما يعرفش ان الناس في 99% من الحالات لما بيبتدوا الستارت اب بيشتغلوا على ان هم ما بياخدوش فلوس، ولو لقيوا من عندهم هم فلوس بيدفعوها، لو يقدروا يبيعوا حاجه من عندهم بيدفعوها، عشان بيبيعوها عشان خاطر يجيبوا فلوس ويكملوا الشركه بتاعتهم، لان عندهم حلم وعندهم حاجه نفسهم يعملوها، والفلوس بتعجز. طبيعي، انت عندك تجارب كتيره قوي وحاجات عايز تقعد تعملها وتشوف، وهتفشل وتنجح وتفشل وتنجح، فكل ده بياخد فلوس. انت هتلاقي نفسك ان انت يا اما هتاخد مرتب يا اما تكمل شهرين مثلا. طب ما خلاص، يبقى انت اكيد عايز تكمل، مش عايز توقف مشروعك. فكره ان انا بعمل ده علشان يجيب فلوس، يعني دي مش وارده خالص في العالم بتاع الستارت ابس. الفلوس هتيجي مع اول تمويل حقيقي او تاني تمويل حقيقي، وبعد كده هتبقى تيجي ان شاء الله لما انت تبيع الشركه، فانت قدامك وقت طويل. فلو ما عندكش مصادر دخل حاليه يبقى ده مش مناسب اصلا.
بس زي ما قلت ده مش التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ولكن دي دايما من النقط اللي هي يعني لازم لما بتيجي سيرتها ببقى لازم اتكلم فيها. او حد يقول انا عايز ابقى مدير نفسي وعندي عمل خاص، انا عشان كده عايز اعمل مشروع، وده سبب سيء جدا جدا، الا لو هو كان بقاله مثلا 4-5 سنين في منصب اداري فعلا، خد خبره كويسه جدا في البيزنس، خد خبره كويسه جدا في مجال معين، هيقدر ان هو يبقى له كونتريبيوشن او مساهمه كبيره في الموضوع، اهلا وسهلا. لكن اللي هو انا متضايق من الشركه اللي انا فيها، او انا مش حابب الوظيفه، هروح اشتغل في مشروع، الاداره والمسؤوليه مش حاجه سهله، والمديرين واصحاب الشركات والستارت ابس اليومين دول بالذات عارفين الوضع عامل ايه، وعارفين انه العملاء بيعتذروا عن الشغل عن تكميل الشغل معاهم، عارفين ان الطلب قل جدا. انا بتكلم على جميع الاصعده بقى، اللي هو حتى المشاريع التقليديه والستارت ابس ما عدا بعض المجالات القليله والضيقه جدا، لكن حتى الطلب اونلاين ما هوش عامل مثلا بومينج بشكل اللي يخلينا نقول انه لا بيفرق. لا احنا طبعا في ازمه دلوقتي، فقصه الاداره دي انت هتحسها لما يبقى في ناس انت لازم تقبضهم في اخر الشهر، وانت معاك مثلا 70% او حتى 50% او اقل من المرتبات بتاعتهم، فلسه عايز تشوف هتتصرف ازاي. لو انت عايز تسلم شغل وما عندكش الناس اللي بيسلموا الشغل، او في ناس مشيوا من عندك فانت مش عارف هتعمل ايه، لو انت حتى جالك ضغط شغل كبير والاوبريشن معرفش يوفي الضغط دوت، هتلاقي نفسك الناس عاملين يشتموا على الفيسبوك وانت مش عارف. حتة ان انت تبقى صاحب عمل خاص ده مش شرف يعني، لا يعني هو مسؤولية كبيرة، وبرضو ده هيبقى له ان شاء الله لايف خاص بيه، بس انا بنظبط الانترنت اللي انا بعتذر عنه دلوقتي. امال اللي بيبقى عنده المقوم بتاع النجاح قوي ايه، واللي دايما بالنادي ان هو يبقى بيعمل كده، اللي بيعمل الستارت اب عشان هو لقى ان الناس متضايقين من حاجه والمفروض انها تتعمل بطريقه ثانيه، او لقى ان الناس بيقولوا هو ليه ما فيش كذا، فبدا يعرف التفاصيل ويتاكد ان هم محتاجين ده. ودي بتبدا منه، من الواحد او من الناس نفسها، ان هو بيبدا يقول طب انا ليه ده، ليه لازم اعمل الحاجه بالطريقه الفلانيه، ما انا لو في طريقه ثانيه بديله بالشكل الفلاني هتبقى احسن، ويبدا يتاكد من ده ويلاقي انه صحيح مع اكتر من حد فيشتغل عليه فينجح. معظم يعني كتير قوي من المشاريع اللي نجحت كانت للسبب ده، لانه تاكد ان في احتياج ليها، مش حد جات له فكره في برين ستورمينج فقال لك طب ما خلاص ده كده تمام، الفكره حلوه واصحابه ايدوه وقعدوا يقولوا له دي حاجه جامده واحنا معاك وكده ويلا ننفذ. مش حاجه مش جايه من ارض الواقع. طول ما انا عايش مع الناس وعمال اسحب كده من اللي موجود في وسط الناس، طول ما الموضوع بالنسبة لي بقى عندي مقومات نجاح اقوى، وهو ده انا بدور عليه. انا الستارت اب بالنسبة لي هي ايه؟ مجموعة ريسك، مجموعة مخاطر. انا لا متأكد من كذا ولا من كذا ولا من الناس دي يعرفوا يشتغلوا، ولا متاكد انه التسويق ماشي صح، ولا متاكد ان اصلا التسعير مظبوط، ولا ان احنا حددنا العملاء مظبوط، ولا ان الفكره نفسها حلوه وهتاكل مع العملاء. فانا ما عنديش حاجه متاكد منها. كل ما زودت بقى مقومات النجاح والحاجات اللي انا متاكد منها، كل ما انا ساعدت نفسي ان انا انجح. يعني ما فيش حاجه واحده بتنجح في الستارت اب، في ان انا كل العناصر لازم اشتغل عليها، اقوم اتقل كل عنصر، اتقل كل عنصر لغايه لما اوصل ان المجموع كله ينجحني بعد توفيق ربنا. فالحاجه اللي بتخليني انجح ان انا اجيب الشيء من الفكره من قلب الناس، مش ان انا ابقى عملت سوليوشن زي الديفلوبرز ما بيعملوا دايما، عملت سوليوشن فعجبني جدا وقلت ايه ده، دي فكره جامده قوي، يلا عشان انفذها واجربها في وسط الناس، والاقي نفسي عمال اصرف عليها دعايه سنه من غير ما يجي اي نتيجه، لان انا ما اتاكدتش الناس عايزين. انا طبعا انا وقعت في ده كتير قوي في حياتي، يعني ناس كتير وقعوا فيه، ولذلك بنقول احنا بنتكلم في الحاجات اللي بلاش يعني اللي حلو كنا نعرفها قبل ما نشتغل، وان حلو ان اي حد يعرفها قبل ما يشتغل دلوقتي. طيب انا لو وصلت الفكرة، ازاي اقدر احط ابداع، وازاي اقدر احط ابتكار، الجزء بتاع الانوفيشن والديسربشن ده بيجي ازاي؟ لحسن الحظ العلماء في القرن اللي فات كانوا بدأوا يشتغلوا على ده وطلعوا حاجات حلوة، بدأوا يطلعوا بميثودولوجيز، طرق وافكار وممارسات معينة وتمارين وكده، بحيث ان يقدر يمشي في منهج معين يوصل لحاجة فيها ابتكار. بمعنى ممكن يجي يقول تعالوا نشتغل يا جماعه على فكره مثلا على طريقه السوت اناليسز،
فيروح جاي باصص على السوق اخباره ايه، وبعدين يشوف الفكره بتاعت مشروعه عامله ازاي، ويشوف ايه نقط التميز اللي عنده هو داخليا بقى كتيم كفكره كمشروع كمكان كاي حاجه، وبعدين يبص على نقط الضعف، فدي تبقى السترينثز ودي تبقى الويكنسز، وبعدين يبص على الاوبورتيونيتيز الفرص اللي موجوده في السوق، وفي السوق ده اللي هو السوق الصغير السوق الكبير اللي هو احنا بنتكلم على السوق بتاعي بالعملاء بالموردين بالمجتمع اللي حواليا وكمان بالظروف العالميه، وايه الحاجات اللي بتمثل تهديدات ثريتس. فيشتغل يعمل السوت اناليسيس ده، يروح راسم بيه شكل لطيف كده ماتريكس لطيفه، في الاخر هيبتدي بقى يقول مصدر القوه بتاعنا ده ممكن نعمل بيه الفرصه دي، مصدر القوة بتاعنا ده ممكن نتلافى بالتهديد ده، فيبدأ يشتغل على حاجة حاجة من دول، تظهر له الخريطة، يبتدي يبتكر في حتة أنا ممكن أظبط دي، أنا ممكن أعمل دي، أنا في فرصة جاية في مكان معين أو في حاجة عالمية جاية إحنا ممكن ننتهزها بإن إحنا نعمل لها جزء من السوليوشن بتاعنا بالشكل الفلاني. وفي ناس شغالين كده دلوقتي، يعني كتير ستارت أبس من اللي بدأوا يكسبوا في الفترة بتاعة الكورونا شغالين في الحتة دي، إنه بيشوف والله الناس عايزين يتوصل لهم كذا يبتدي يشتغل عليه، احنا عندنا اوريدي فريق بتاع حاجه فلانيه، طب ما نقدم الخدمه، ما نقدم استشارات طبيه بالدكاتره بدل ما هم قاعدين ولا بيكشفوا ولا بيعملوا مفيش طلب عليهم، طب ما نقدم بيهم استشارات اونلاين لانه دوت اوبورتيونيتي كويسه فيشتغل عليه، وهكذا. دي واحده من الفريم وركس او من الطرق اللي بنقدر بيها نعمل innovation ونطلع بافكار نقدر نطلع زي ما واحد بيقول اماتش الاسترينث والاوبورتيونيتيز وبقيه الحاجات برضو بنفس الطريقه. طريقه ثانيه اللي هي الستيبنج ستون، ان احنا واحنا بنفكر وبنعمل البرين ستورمنج نيجي نقول طيب اطلع بفكره مجنونه مش منطقيه وما ينفعش تحصل، اقوم قايل هنعمل كذا كذا، دي مستحيل واحنا عارفين كلنا مستحيل بس ما حدش هيرفضها، هنستخدمها كانها الحجر اللي بيبقى حجر طوب كده اللي لما بيبقى الشارع غرقان ميه زي الفتره اللي فاتت بيروح محطوط حجر او مدايس عليه عشان اروح الحته الثانيه، في الواقع هو انا مش هفضل واقف هنا، انا هدوس عليه بس عشان خاطر اقدر اروح بيه مكان تاني. فده اللي انا بعمله، انا بروح نطلع فكره غلط اقف عليها هتوحي او هتلهم الفكره دي بقيه الناس اللي قاعده بافكار، يقوم الناس يبتدوا يتفاعلوا معايا ويطلعوا ولاقي فكره انا وصلت لحاجه جامده، دي بتطلع حاجات غير طبيعيه وافكار فعلا حلوه قوي. ميثود ثانيه برضو اسمها ERRC، انا بمسك الفكره اللي انا بشتغل عليها وبشوف الشغل اللي موجود في السوق وبعمل حاجات زي ايه، انا عايز اوقف الاستثمار اللي انا كنت متوقع ان انا هصرفه او الصرف اللي هصرفه في الحته الفلانيه دي، لا انا مش هصرف هنا لانه دي مش هتبقى مفيده قوي، انا هزود الصرف في الحته دي، انا هزود فيتشر انا شايف اللي موجود في السوق بالمواصفات الفلانيه بس دي مش مهمه قوي، طب ما اشيل دي ما اشيل الفيتشر دي. فبشتغل على الشغل الشركه بتاعتي والستارت اب بتاعتي بمنهجيه ان انا هشيل استثمارات ملهاش لازمه، هزود استثمارات في حتت لها لازمه، وهشيل فيتشرز مش مهمه والناس اللي بيعملوا الشغل دوت بيبقى حلو جدا، والعكس ان انا هزود فيتشرز انا شايف انها هتفرق. كل الشركات كل الستارت ابس الكبيره اللي شغاله دلوقتي ومشهوره شغاله بتطلع على اكتاف الكومبيتيتورز وبتقدر تكسب ارض بالطريقه دي، انه عمال يعمل انوفيشن عمال يعمل انوفيشن طول الوقت، فيتشرز طول الوقت، بنفيتس للناس بتوصل لهم بنفيتس كبيره قوي بتخليه يسبق الكومبيتيتورز ويبقى صعب عليهم يدخلوا مع السوق. طيب بما اننا قلنا ده ف نوصل لحتة هو ايه الفرق ما بين الستارت اب وما بين الشركة. احنا قلنا سريعا في الاول انه الستارت اب دي كيان لسه مش شركة، واحنا قاعدين نجرب نشوف هنعرف نوصل لايه، عرفنا نوصل لحاجة كان بيها معرفناش هنقعد نغير مرة في اتنين في تلاتة لغاية ما نوصل لحاجة، ساعتها نكبر بقى ونبقى كيان حقيقي وبتاع كويس. فدي حاجة اساسية، التفاصيل في الستارت اب لسه مش واضحه، فاحنا غالبا ما بنعملش فيزابيليتي ستادي، بنعمل بزنس بلان، حاجه بس بتقول هو احنا هنعمل ايه ماركتنج، هنعمل ايه تسويق تشغيل، هنعمل ايه بتاع ده تك،
فنبدأ نتفرج على الحاجات اللي هي لغاية دلوقتي موجودة في مخنا وعشان نعرضها على الناس عشان احنا نمشي عليها شوية، بس هنبقى عارفين ان احنا كل شوية بنغيرها لما بنجرب وحاجة ما تشتغلش. عكس الشركة انا بعمل الفيزابيليتي ستادي وغالبا انا مش بخرج عنها، يمكن 5-10% بيبقى ده، حتى 10% ده كتير قوي، لانه من الاول احنا عارفين هنصرف كذا عشان يشتري كذا ونعين مين ويعملوا ايه، فالامور سهلة جدا او واضحة جدا في الشركة. الرحلة بتاعتهم مختلفة تماما ما بين الستارت اب وما بين الشركة العادية. في الشركة العادية انت ماشي عارف بتعمل ايه يوم بيومه وخلاص، بدأت بتبدأ تشغيل من اول ما تجهز، بتجهز الحاجة شهر شهرين وتشطب وتعمل وتبدأ شغل. في الستارت اب لا، انت كل يوم، كل بلاش كل يوم، كل اسبوع عمال تغير، كل اسبوع عمال تعمل حاجات جديدة، بتشيل حاجات انت عملتها عشان ما نفعتش، بتبدأ حاجة، بتحط حاجات جديدة عشان تجربها، شغل مستمر ما بيقفش وانت لسه البوصلة مش شغالة. انت عارف انك عايز تحقق حاجة معينة بس انت شغال تلاقي البوصلة لفت منك شوية، تروح انت شغال في السكة دي شوية، الفيتشر الاضافية، الفيتشر اللي بدل دي، تغير حاجة ما نفعتش، طب يلا هنرجع خطوة ورا، عايزين نحط فيتشر تانية ونمشي بيها. طول ما انا عمال اتحرك اتحرك وبعدين اظبط نفسي الاقي نفسي اتحركت تاني على التراك، امشي في فكرة تانية جت ولا ما جتش وهكذا. فرق تاني الاستثمار. في الغالب الاستثمار في المشروع العادي بيبقى هو الانيشال انفستمنت، وبعدين لو احنا هنكمل بعد كده ونستمر وعايزين نعمل مثلا فرع تاني او نكبر او نعمل ماشي بنحط فلوس تاني. في الستارت اب احنا هنحتاج فلوس لغايه ما اصلا نوصل للموديل بتاعنا، ودي الازمه الكبيره اللي بسببها ان الشباب بيسالوا ويقولوا عندنا الفكره او عندنا الفكره وعملنا المنتج الجزء الاولي بتاعه او حتى المنتج كله، واحنا دلوقتي مش عارفين نعمل التسويق، معلش فلوس تسويق نعمل ايه؟ لانه هو ده مش بس كده، هو انت هتعمل فلوس تسويق لما تاخد فلوس وبعدين بعد كده هتلاقي حاجات غلط فهتقعد تصلحها فالفلوس تكون خلصت وهتحتاج فلوس تاني عشان ترجع تعمل تسويق تاني عشان تجرب. هي دي الطريقه بتاعت الستارت اب، ان انت عمال تتراي وتفيل، تتراي تجرب وتفشل، تجرب وتفشل، عشان كده عايزه فلوس كتير قوي وعشان كده الموضوع بتاعها مش سهل. ايوه انت ممكن تبدا ب 20000 جنيه او 30000 جنيه وتلم من الاصدقاء ومن اهلك وكده، بس انت بمجرد ما عملت البرودكت انت لسه ما عملتش حاجه تقريبا، انت عندك التجارب اللي هتتعمل تثبت الموضوع ده ماشي بالشكل اللي انت تصورته ولا في تعديلات، وهيبقى في تعديلات ما فيهاش كلام. ده بالنسبه للفروقات الاساسيه ما بين الستارت اب والشركه. في فرق تاني مهم وده انا كنت عملت عليه فيديو بس لسه ما نزلش على قناه خضرو بيزنس وعلى الصفحه، اللي هو تقسيم الحصص. تقسيم الحصص في البدايه في المشاريع العاديه غير تقسيم الحصص في البدايه في الستارت ابس. في المشاريع العاديه احنا بنيجي نحول المجهود بتاع كل الناس اللي هتدخل شركه لفلوس، بنشوف كل واحد مرتبه يساوي ايه في السوق في المستوى بتاعه ونضربه في اتنين في حاله وما نضربوش في اتنين في حاله تانية، يعني في موضوع انا كنت كاتبه على ده وان شاء الله هينزل فيديو، ونحسب الحصص عشان عندنا بقى الفلوس كمان اللي دخلت اللي هي راس المال. في الستارت اب احنا بنحدد من الاول في حصه للتك، في حصه للماركتنج، في حصه للاوبريشن، حصه للاداره، وحصه راس المال، وحصه للفكره كمان، لان الفكره عندنا دايما بتبقى جديده. فانا عندي التقسيم مختلف خالص عشان برضو نبقى واضحين في النقطه دي، ولازم اتعلمه واعرف ازاي التقسيم لان مشاكل بتحصل كتير من تقسيم الحصص، ولو في وقت النهارده هنتكلم عليها ان شاء الله. وحاجه اخيره في الفرق بينهم النمو. الستارت اب بتكبر النمو بتاعها بيبقى اكسبوننشال، بيبقى قوي جدا وكبير جدا وسريع، وهو ده اللي بيخلي الانفستورز حابين يدخلوا في ستارت اب. الشركه العاديه بيبقى النمو بتاعها عادي حسب الفلوس اللي انت هتضخها، حسب ظروف السوق، حسب كل حاجه، مفيش حاجه بتخليها فجاه كده تلاقي ووب ناس كتيره جدا دخلوا عليها لدرجه ان مثلا سيرفر يقع او الخدمه تقع او كده، وده نتيجه الفكره نفسها طبيعتها ايه ودرجه طبعا تقبل الناس ليها هيبقى عامل ازاي، ودي بتبقى الحاجه الاساسيه اللي بتجذب الانفستورز في المجال دوت. برضو فرق بينهم الانفستورز مختلفين. خلينا نقول دي عشان دي مهمه برضو، خلينا نقولها بقى في الحته الاخيره ان شاء الله في الاستثمار. طيب سابع حاجه، انت خلاص بتبدا الستارت اب بعد المقدمه الطويله اللي احنا قلناها دلوقتي، انت بتبدا الستارت اب. الخطوه الاساسيه اللي انت عايزها انك تحدد ثلاث حاجات، ايه هما؟ الحاجه الاولانيه انت عايز تقول المشروع بتاعي شغال في ايه والخدمه اللي هيقدمها ايه هي وفايدتها ايه للناس،
وابقى واضح في ده وعارف ان انا طالع بده، وزي ما اتفقنا انا جايب ده من دراستي لان الناس محتاجينه فعلا واتكلمت معاهم وعرفت ده وهنتكلم في دي لسه، ولكن انا لازم ابقى محدد بوضوح شوية ايه اللي انا بعمله والخدمة عاملة ازاي. ده رقم واحد. رقم اتنين هتكون العميل بتاعي مين. لازم ابقى محدد، في حاجه اسمها بيرسوناس في الماركتنج، ان انا لازم ابقى محدد وانا عندي شريحه عميل واحده او نوعيه عميل واحد ولا عندي اكتر من شريحه عميل، وكل مجموعه عملاء كل شريحه عميل المواصفات بتاعته عامله ازاي، السن من كام لكام، راجل ولا ست، ساكن فين، المستوى الاجتماعي، كل متجوز ولا لا، عنده ولاد ولا لا، كل التفاصيل اللي بيها اقدر اعمل تقسيم انه المجموعه دي من العملاء كده انا ممكن استهدفهم وهم دول اللي هيستفيدوا من الخدمه بتاعتي. حد تاني لا هيقول مثلا انا ممكن الفئه الثانيه ديت كويسه بس مش هتبقى مناسبه ليا قوي، ممكن الاقي فئه ثانيه وهشتغل معاها وهكذا. يبقى تحديد العميل ده تاني نقطه لازم اطلع بيها من الدراسه الاولانيه. ثالث حاجه هتبقى طريقه تحديد البيزنس موديل، هو انا هشتغل بطريقه ايه ونتيجه ده هيخش لي فلوس ازاي. يعني اللي بنتكلم عليها اللي هو انا البيزنس موديل، انا هبقى مثلا وسيط بين ناس وانا بالتالي هاخد كوميشن، ولا انا هبقى بقدم ماركت بليس وهاخد اشتراك من الناس وده هيدي لي فلوس اشتراك ويعرض حاجته ماليش دعوه، ولا هعمل الاثنين، ولا انا اللي هبيع الحاجه اصلا، انا اي كوميرس فانا اللي هبيع الحاجه من عندي وهاخد فلوس مباشره من الناس. الطريقه بتاعه شغلي البيزنس موديل بتاعي ده اللي بنتكلم عنه في المرحله دي. ثالث نقطه انا بحددها، وبقى كده طلعت بثلاث حاجات اقول بسم الله الرحمن الرحيم انا هبدا المشروع بتاعي. ثواني كويس، انا وصلت للثلاث نقط دول. ندخل على المرحله اللي بعديها بتاعه الفاليديشن. في التحقق يعني انا درست الموضوع اهو وعرفت الناس وكده، لازم يبقى عندي المرونه بتاعي عدم التشبث بالفكره بتاعتي. ما هياش دي احسن حاجه في الدنيا، انا شايفها احسن حاجه طبعا في الدنيا لان هي بتاعتي انا، بس ده مش طبيعي. فلازم ابقى عندي الشجاعه بتاعت ان انا لما اسال حد قالوا وانا مش مستعد ادافع عن الفكره قوي، انا عايز اسمع رايه الاول، مش اسال وانا عندي مانع نفسي كده حاجز نفسي بيقول لا محدش يكلمني عن يقول لي انت، واعتبر لو حد انتقد ان هو مش فاهم حاجه وان انا اللي عارف كل حاجه. طبعا دي حاجه بتبقى مش كويسه ابدا وبتخليني الفكره تسيطر عليا لدرجه ان هي تخلي ان اي فكره للتطوير مش مطروحه، اي فكره للاصلاح او لان انا اتدارك مشكله مش موجوده ومش هقدر اوصل بيها المكان. وغالبا غالبا انا عايز اقول ان بنسبه 100% اللي بيتشبث بفكرته ويبقى عنيد جدا وما بيديش المجال بتاع انه اسمع واسال الناس دايما بيفشل، ودايما بيسيب انطباع سيء جدا مع حد او حاجه وحد يلاقيه انه هو بالشكل ده، لا دي بتبقى سيئه جدا. ده فعلا بيقطع، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا آسف والله. وقف خالص. طب كده شغال ولا برضه لسه مش شغال؟ معلش. هل كده اللايف شغال؟ استنى مش عارف هنعمل منه كذا فيديو ازاي ده. أوكي ماشي. فيبقى أنا بسمع هيثم والله كان المفروض أجي لك. اسمع الانتقادات بتاعه الفكره، ولو في حد عنده تطوير للفكره ده بالنسبه لي هيبقى مفيد جدا. ما ينفعش ان انا اقف عند لا هي الفكره كده هي احسن حاجه. زي انا كنت بقول دايما لو اعتبرتها انها زي تيشرت انت لابسه مثلا، فلو حد قال لك ايه ده التيشرت ماله متوسخ كده، دي حاجه عاديه ما فيهاش مشكله، مش هتزعلك هتروح تغير التيشرت. فحته انه دي فكرتك مش معناها انه انت كده، يعني لما حد يقول لك الفكره وحشه يبقى انت كده مش كويس. انا كتير كلمت ولما بتكلم مع حد واقول له لا بس الفكره كذا كذا وفي مثيل كذا وفي منافس كذا، الاقي ان هو بيتضايق ان انا قلت كده. طب ما يعني لازم تسمع وتشوف راي الناس. ما ينفعش ان انت تشتغل على حاجه وتتعب وتبذل مجهود وتدفع فلوس وفي الاخر يطلع المفروض تتعمل من الاول. برضو دي انا وقعت فيها كذا مره وناس كتير وقعوا فيها كتير، كنا نتمنى ان هي نكون عارفينها من الاول. يعني انا دلوقتي حددت التفاصيل ثلاث حاجات
وعملت اتأكدت من الناس اللي بدأت أسألهم وأشوف كده إيه رأيكم، وبعد ما حددت الجمهور سألت الجمهور على بسيط كده، عرفت إن الموضوع فعلا مناسب. تعال نشوف هعمل بقى الشراكة، وبعدين بعده هنتكلم على الفاليديشن الحقيقي، ودي حاجة الناس بتسأل عليها كتير وأنا ما اتكلمش عنها قبل كده كتير. الشراكة أنا هجري فيها مع إنها مهمة جدا، فمعلش يعني ليه بنقول يبقى في شراكه مع ان دايما بيبقى في مشاكل مع الشركه، ودايما بنسمع الناس اختلفت مع الشركه وناس طمعت وناس مش عارف ايه؟ لان مفيش حد دلوقتي بقى بينفع يعمل كل حاجه لوحده ملهاش حل. يعني مفيش حاجه اسمها انا هعمل الماركتنج والتك والاوبريشن والاداره وانا مسؤول عن كل حاجه، خلاص دي بطلت بقى. فبقينا محتاجين انه يبقى انت بتعمل حاجه جايب حد شاطر في حاجه ثانيه وحد شاطر في حاجه ثالثه، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ايه ثاني؟ انه لو انت شغال لوحدك وانت بس المدير في الشركه وانت المسؤول عن حاجات، اللي هتيجي عليك يعني بنسبه كبيره قوي لو انت مش قوي نفسيا بشكل مش طبيعي وتنين، انت هتنهار وهتقفل الشركه. وانا اعرف ناس عملوا كده، فدي نتيجه طبيعيه انه مفيش حد جاي بتحصل مشكله بتتكلموا مع بعض، كل واحد عنده حاجه فكل واحد بيمسك الحاجه اللي عنده يشتغل عليها، مش انا اللي عليا كل حاجه وعمال اسقط واوقع الحاجات. بتفرق بشكل كبير انه كل حد موجود شايل جزء من الشغل، هتلاقي نفسك عارف تنام اخر اليوم مطمن، مش يبقى مش عارف تنام من المرتبات، العملاء، الشغل، البرودكت، كل حاجه متكربسه عليك وكل حاجه انت اللي بتفكر فيها، الدنيا واقعه منك تماما. كمان انت مع وجود شركة انت بتقلل مصاريف، انت ستارت اب فانت في البدايه معكش فلوس لسه كافيه، لو قعدت تقول يلا اجيب موظفين هتدفع لهم منين؟ فده سبب ادعى ان انت لازم هتستعين باثنين او ثلاثه عشان كل واحد يهندل حاجه وياخد في المقابل بتاعها حصه بدل ما ياخد فلوس، لان انت معكش فلوس لسه. وان الشركه تبقى جاهزه للاستثمار، لانه بعض المستثمرين ما بيبقاش مناسب لهم انه يدخل في شركه فيها فاوندر واحد، بيحس ان لو مؤسس واحد طب ايه ده، انا يعني شركه واحد بس اللي ما... طب فين بقيه الناس اللي بيعملوا الحاجات، الموظفين، طب فين المديرين، فين الناس بقى اللي كتفهم بكتف الراجل ده وهم اللي ماسكين الموضوع، ولو حصل له اي حاجه طب بعد كده انا يعني الا الراجل سافر او ساب الشركه او قفل او اي حاجه، طب انا هعمل ايه وفلوسي هتروح فين؟ فبيبقى مناسب قوي له انه الشركه يكون فيها او ثلاث شركاء. هل في رقم او حد اقصى لعدد الشركاء؟ مفيش حد اقصى، بس مش حلو ان يبقى في شركاء كتير، ده بيعمل مشاكل كتيرة وبيخلي الناس تتواكل على بعضها وبيزود يعني سوء الفهم، وبتلاقي الناس عاملة جروب واتساب فيها اتنين من الشركة وجروب واتساب فيه خمسة من الشركة وجروب واتساب فيه مجموعة تانية من الشركة، الدنيا بتبقى بايظة، ما بيبقاش ده مناسب وبتزيد المشاكل. كل ما كانوا ملمومين شوية يعني تلاتة أربعة ولا حاجة الأمور بتبقى كويسة جدا. انت بقى جيت قلت خلاص انا هبدا وجاوبت على الاسئله الاساسيه بتاعتك، عملت الفاليديشن الاساسي بتاعك، وهتقول بسم الله الرحمن الرحيم. دور على شركة ايه؟ قبل ما تدور على الشركة حدد انت عايز ايه؟ فانت عرفت ان انت هتشتغل في المجال الفلاني، هتعمل الشركة تقدم الخدمة الفلانية، وانت خلاص فاهم انت بتعمل ايه، فاضل لك ان انت ومع العميل الفلاني، فاضل ان انت تقول طيب ايه المهام اللي مطلوبة عشان خاطر نبدأ ونشتغل؟ مطلوب تك وانا شاطر في التك يبقى انا اللي هتولى الموضوع ده، مطلوب ديفلوبمنت وسيلز وانا مش شاطر في ده انا عايز ادور على واحد شاطر في ده، مطلوب اوبريشن وانا ماليش اصلا في شغل الشارع والارض وكده يبقى انا عايز حد اوبريشن، بس كده يبقى انا عرفت دلوقتي التخصصات اللي انا محتاجها. مش زي ما بنشوف انه اربعه شركاء صحاب ويلا بينا نعمل يا جماعه مشروع، تمسك ايه كذا وانا امسك كذا وانا هساعدكم في الحاجات دي، يعني مش بتبني انت على اساس كده. احنا زي ما قلنا في الاول هي كلها ريسك في بعضها واحنا بنحاول نقلل الريسك. ما ينفعش ان انا ابقى مش محدد تخصصات ومش شطار في المجالات بتاعه التخصصات واقول انا بعمل ستارت اب وعايز انجح عايز فاندنج خلاص كده. طيب ادور بقى عليهم ازاي؟ يعني انا حددت انا عايز المواصفات الفلانيه، هبدا بدايره الاصدقاء بتاعتي، ودي حاجه طبيعيه جدا لان انا محتاج الكفاءه والامانه، فاللي حواليا غالبا امنا، انا بدور بقى على الكفء اللي فيهم وابتدي لغايه ما اقدر اوصل لحاجه كويسه، وما لقيتش في القريبين مني هدور في المعارف بتوعهم، ودي طريقه ما اعرفش ليه الناس بتتجاهلها. يعني هو لما بيلاقيش الناس اللي حواليه بيبتدي يحتاس ويقول لك الاقي فين الاقي فين. الناس اصدقائك قول لهم انا بعمل مشروع عن كذا وكذا،
بدور على حد شاطر في الديجيتال ماركتنج يخش معايا شريك. كل ما تقابل حد قول له ان شاء الله لازم هتخبط في حد بيقول لك انا اعرف حد يوصلك بيه. فاسعى في ان انت ما توقفش عند دايره الاصدقاء وما تتزنقش ان انت تختار منهم حد مش شاطر. ما هو انت مش عايز تفشل نفسك، مش عايز تنجح، يبقى اشتغل واسعى من اصدقاء الاصدقاء لغايه ما تلاقي حد. ما لقيتش في دول برضو عندك الجروبس المتخصصه على الفيسبوك زي مثلا مينا تك، زي رايز اب كونكت، زي لين ستارت اب سايكل. الجروبس دي بتسمح لك بان انت تدخل تقول انا عندي يا جماعه فكره مشروع كذا كذا وعايز حد يبقى كوفاوندر معايا وتتكلم معايا، وهتلاقي ناس باذن الله. تعمل كده وتتفق مع الشركه في حاجه مهمه لما هتقسموا الايكويتي، والايكويتي طبعا مش هيبقى مجالها دلوقتي بس انا قلت عنها بسرعه كده. لما هتقسموا الايكويتي من المهم ان انتوا تعملوا حاجه اسمها فيستنج عشان ما حدش يزعل من التاني. وارد ان الشركه حد منهم ما يكملش لاي سبب من غير بعضه، قصدي حاجه مفهومه. فعشان ما نزعلش مع بعض وما يبقاش ثابت الشركه ولسه واخدين الحصه بتاعتهم على اساس اتفقنا عليها من الاول وهم ما بيعملوش حاجه دلوقتي، بنعمل تيستنج انه بنقول كل واحد بيستحق الحصه بتاعته على 3 سنين. فيبقى تعدي سنه، خلينا نقول كده، هياخد تلت الحصه بتاعته. تعدي السنه الثانيه، يعني مثلا لو قلنا حد معاه 30% من الشركه، بعد سنه هياخد 10%، بعد سنتين هياخد 20%، وبعد 3 سنين هيبقى خد 30%. يبقى هو لو مشي بعد سنه مش هياخد غير ال 10% والناس كلها مش زعلانه منه، وال 20 ترجع تاني تترد تتوزع على الناس اللي موجودين، ويبقى يا دار مداخل شر ومحدش زعلان من التاني. قلنا عدد المؤسسين مش المفروض يبقى كبير قوي لان ده بيعمل مشاكل لا حصر لها، فمش المفروض ان يكون كده. المهام بقى اللي هيقوموا بيها الشركاء دول، ودي هتبقى الحته قبل الاخيره ان شاء الله نتكلم عنها. المهام اللي مطلوبه من الشركاء دي، ودي معظم الناس بقى ستارت ابس دلوقتي في المراحل ديت، هي اول حاجه ان انا عايز اعمل الفاليديشن الصح. بقى انا حددت من الاول مين الجمهور وعرفت الخدمه. الفاليديشن ان انا مع التيم بتاعي، لان مش هعرف اعمل ده لوحدي غالبا، على اني اسال الناس الاسئله الصح، وهي دي كلمه السر هنا، الصح، في ان انا اعرف انا هكمل مع شركائي دول في المشروع ولا نوقف من دلوقتي. اي حاجه، فده وقت مناسب جدا ان احنا ناخد الخطوه دي. بنعمل ازاي الفاليديشن ده؟ سواء هنعمله بسيرفي على الفيسبوك، او هنعمله بانترفيو ننزل نقابل الناس، او هنعمله بفوكس جروب او كلوز حاجه ونقعد مع، او نعمله راندم مع اي حد نقابله او حد من العيله، اي طريقه من الطرق. المهم ان هو ما يكونش بالطريقه التقليديه بتاعت ايه رايك احنا بنفكر نعمل مشروع عن الحاجه الفلانيه، انت شايفه كويس ولا لا، ولو شايفه كويس انت مستعد تدفع كام. دي الاسئله اللي كانت تتسال واللي طلع في الاخر ان هي نتائجها غلط خالص. الصح دلوقتي ان انا بسال الناس عن هم بيعملوا ايه في الحاجه اللي انا ناوي اعملها. اعمل مثلا باب جرار لاول مره حد يخترعه، باب جرار كده بريموت مثلا، ونفترض ان ده كده يعني اختراع. طب بتاعي يا رب ما يكون بيقطع كتير كده. خلاص هاجي بقى، مش هقول للناس ايه رايكم لو عملت لكم باب جرار بريموت، هقول لهم هو انتوا بتعملوا ايه لما تيجي تفتحوا الباب وتقفلوه؟ فيروح شارح لي هو بيقفل ويفتح ازاي، او انا مسجل عندي تسجيل ريكوردنج او كتابه. طيب هل ده صعب ولا سهل؟ فيقول لي والله لا هو مش صعب قوي بس يعني رخم انا بس الحركه دي. طيب اخر مره عملت كده كان بالنسبه لك في مشكله؟ لا ما كانش في مشكله. هل بيفرق معاك هو بسلايدر او جرار ولا هو بيفتح عادي؟ اه لو هو بيفتح صوت عالي اقوم واخد منه المعلومات بتاعه الحاجه في ارض الواقع، ما اتكلمش عن الموضوع اللي انا بعمله، اخد هو بيعمل الحاجه دي على ارض الواقع ايه، تكلفتها عليه كمجهود وكفلوس ايه، كويسه ولا لا، نسبه رضاه عنها، هو فكر يبقى في بدايل اصلا من نفسه ولا ما فكرش، هل بيدور، هل يفرق معاه حد يسهل عليه ده ولا لا. وارجع بقى مع الفريق بتاعي اخد الداتا اللي خلصناها تجميعها من الناس ونشتغل اسها، نقوم مطلعين منها هو احنا المفروض نعمل المشروع ولا مش المفروض نعمل المشروع. ده بيسهل عليا جدا ان انا اخد القرار انا هبدا ولا مش هبدا من الاول، ودي ميزه كبيره جدا ان انا هوفر على نفسي شهور طويله من الشغل والتعب والتجارب والاحباطات والانفستورز اللي بقعد معاهم وبيقولوا لا والحاجات دي. ده بالنسبه لا للحته بتاعت اول حاجه بنعملها كفريق ان احنا بنعمل الفاليديشن. كمان تاني
بتشتغل على الماركت ريسيرش، فانا بنزل على الكومبيتيشن، فبنزل اتفرج على الاولانيه برضو تعتبر ماركت ريسيرش، بشتغل على المنافسين، اشوف هم مين الناس اللي بيقدموا الحاجه اللي احنا بنقدمها حتى لو بطريقه تانية، مين المنافسين المباشرين واللي مش مباشرين، اشتغل عليهم واعمل بيهم خريطه كده واعمل المشروع. يعني البنفيتس اللي المفروض تقدم للعميل ايه؟ مثلا عدد الفروع بتاعتي لو افترضنا ان انا بقدم حاجه فيها فروع، سرعه التوصيل لو انا بقدم خدمه توصيل، خدمه العملاء الجوده بتاعتها ايه؟ كل الحاجات ديت انا بحطها كده كعناصر وابدا اقارن ما بين المنافسين. الخريطه دي بسهوله بتخليني ابقى عارف هو ايه نقط القوه ونقط الضعف، وانا هقدر انافس في السوق ده ولا مش هقدر، بالذات لو انا عندي انوفيشن وعندي حاجه بتعمل ديسربشن او بتغير الطريقه الشيء ده بيتعمل بيها، انا هيبقى فرصه كويسه لان غالبا هلاقي ان انا عندي مزايا كويسه في معظم المحاور دي، فدي حاجه كويسه جدا وهتبقى مفيده انه ابقى من اول يوم واخد بالي النقط اللي انا مركز عليها لان هي دي اللي فرق ما بين الكومبيتيتورز. ممكن نتيجه دراسه الكومبيتيشن يطلع في الاخر لا ده انا اقل منهم كلهم في كل الحاجات، طب انا ايه اللي انا يعني فكرتي هتدي بنفيتس ولا فاليو احسن من الحاجات اللي موجوده، يبقى انا هضيع وقت ومجهود في حاجه مش هتدي فاليو للناس، واسوأ حاجه ان انا اعمل مشروع مش بيدي فاليو للناس، لانه حتى لو انا اشتغلت على حاجات متوقع ان هي تبيع مره عشان انا عملت اعلان بعد كده مش هتبيع، يبقى انا مش بعمل براند، ويبقى تكلفه اجتذاب العميل في المره مش هتتغطى اصلا بمكسب منه، يبقى ملوش لازمه مشروع ملوش لازمه. ادي ايه كمان الكومبيتيشن. بعد كده بنحدد هو احنا بقى لو هنعمل البلان بتاعت السنه ونص السنتين اللي جايين احنا محتاجين كام عشان نقدر نحقق الحاجات المستهدفه، ونطلع ارقام لأنه الرقم النهائي اللي هيطلع ده هو التمويل المطلوب الأساسي اللي لازم نحصل عليه دلوقتي. ننط بقى نطة كده، التمويل الأساسي اللي هتحصل عليه دلوقتي ده اللي هو في بداية المشروع، السؤال اللي بيجي من كل الناس، احنا عملنا الفكرة وفتحنا المكتب أو طلعنا الآب أو عملنا أي حاجة ودلوقتي عايزين فلوس نعمل ماركتينج، أو عملنا ماركتينج ولسه ما وصلناش برودكت ماركت فيت فاحنا عايزين نعمل شغل تطوير أكتر في البرودكت وهكذا، أو عايزين نزود في الماركتينج، مش بيبقى مناسب إن أنت تدور على انفستمنت بره الدايرة المحيطة بيك. يعني في البداية هيبقى دايما الناس اللي مؤمنة بيك شخصيا وبتحبك وحابة إنها تبقى معاك أو تساعدك هي دي هتبقى أفضل ناس موجودة معاك، وهي دي تدور عليهم، اهل اصدقاء معارف المعارف، ناس بتتعرف عليهم حتى مش لو اول مره، حتى لو مش يعني بتتعرف عليهم من زمان بس من تاني تالت مره كده لما تتكلم وتشرح الموضوع بتاعك ممكن تلاقيه ويبدي ان هو لو انت عايز انفستمنت، فانت دايما هتدور في حواليك. وانا ليه بقول كده؟ ما انت ينفع تروح تدور في انجل انفستورز اللي بينفستوا في الحاجات دي، المشكله وقتك لان هم بيدوروا على حد قطع شوط ووصل لمرحله اثبت فيها ان هو فعلا قادر يطلع بالمشروع ده المكان كويس، انت لسه ما عملتش كده فهتبقى بتضيع وقت وبيجي لك احباط مره في مره في مره في مره. الافضل ان انت الفتره الاولانيه خد التمويل اللي يخليك تشتغل واللي يخليك تطلع الطلعه الاولانيه وما تبقاش بتدور وبتضيع وقت في التدوير على استثمار في البدايه او تمويل في البدايه. لما تجيب المستثمرين دول دي اخر حاجه هنتكلم فيها، وانا اسف انا طولت عليكم وقطعت عليكم النت. في نقط بقى مهمه جدا لازم تشرحها لهم سريعا. النقطه الاولانيه لازم تشرح لهم حته ان يعني ايه انجل انفستمنت مختلف عن الاستثمار التقليدي، ان هو القصه اللي كان متعود ياخدها لو هيعمل مشروع كبير تقليدي. في المشروع التقليدي هو بياخد 30 40 50 ممكن 90% حسب احنا بنتكلم في الفلوس بتساوي قد ايه والمرتبات بتساوي قد ايه، فالنسبه ممكن توصل لارقام كبيره. في الستارت اب مهما كان المبلغ اللي هيدفع ماكسيمم مش هيعدي 25%، فاحنا جدا وغالبا لو مبلغ صغير يعني حاجه في حدود مثلا 500,000 لغايه مليون ولا حاجه بنتكلم في 10%، فمش ارقام زي ما هم متعودين في المشاريع اللي بيدخلوا بيها. ادي اول حاجه عشان ما يتصدموش. تاني حاجه احنا بعد سنه ونص لما هنيجي نوصل لمرحلة كويسة ونعمل تمويل مرة تانية
احنا هنقلل الحصص بتاعت الناس اللي دخلت، يبقى كل الناس اللي دخلت اللي له مثلا 5% يبقى عارف ان هو السنه اللي جايه او اللي بعدها ممكن دي تبقى 4 او تبقى 4.5%، يبقى لازم يعرفوا من دلوقتي عشان ما يزعلوش، لان برضو في التقليدي مفيش جولات كتيره في الاستثمار، فمش بيبقى متوقع ان نسبته اللي دخل ودفع مبلغ كبير بالنسبه له عليها ان هو دوت هيقل، الحصه هتقل. نمره 3، لازم توضح لهم ان دي مخاطره، ده مش مطعم فانتوا هتشتغلوا حتى لو جت ازمه هتقفلوا شويه وما شاء الله هيجي يوم هتشتغلوا كويس قوي، او معرض موبيليا او مركز تدريب، مش حاجه هتطلع بروفيت من ربع شهر او شهر او خمس شهر او حتى سنه، او هتعمل بريك ايفن بعد سنتين. ستارت اب هيقعد ياخد فلوس طول الوقت، مش هيطلع ارباح خالص دلوقتي نهائيا، الهدف منه مش انه يطلع ارباح، الهدف ان هو بعد 5 7 سنين 8 سنين يتباع ويرجع عائد على الاستثمار، على راس المال اللي اتدفع، على مجهود الناس. فده فرق كبير قوي، لازم يبقوا عارفينه من دلوقتي عشان ما يتفاجئوش، ايه ده انت ما وزعتش ارباح، انا مش هاخد فلوس السنه دي ولا ايه؟ الناس بيتقال لهم كده لانه اللي داخل مش متصور ان الموضوع في الفينشر بالشكل ده. وحاجه ثانيه انه انت لازم تقول له ان ده في مخاطره كبيره جدا، احنا ممكن نجرب ونجرب ونجرب وفي الاخر يطلع اللي بنعمله ده كله مش مناسب، او الوقت مش مناسب والظروف مش صح ونقفل. لازم يبقى عارف ده من دلوقتي، انت مش عايز تخسره، وفي نفس الوقت انت مش بتخوفه، انت بتقول له ده الواقع، احنا ممكن نخسر بس في المقابل احنا ممكن نبقى زي كريم. انت لو انت شغال في حاجه كبيره قوي والفكره قويه قوي، فيبقى عارف ان في مكسب كبير قوي متوقع يحصل ان شاء الله، بس في المقابل في خساره كبيره جدا، فلوس كلها ممكن تروح. ولذلك دايما بنقول للانفستورز وللناس حتى اللي بيدخلوا في الفينشر كابيتال، فلوس دي لو ضاعت هتزعل عليها، ادخل بفلوس لو ضاعت ما تزعلش عليها، دي قاعده عامه كده في الانفستمنت اللي هو الفينشر ماني او الانجل انفستمنت. طيب انا كده خلصت، وانا عارف ان انا جريت بسرعه، وكمان ان النت كان سيء، فانا بعتذر جدا والله، ان شاء الله هحاول اعوضها لكم في لايف من عندي لو عرفت اروح مكان النت فيه افضل من التجمع شويه، بس ان شاء الله هعمل كده قريب يعني. فلو في اي حد عنده اسئله سريعا وبعتها لي، انا هفتح اللابتوب عشان اعرف اركز، لو اسئله ومثلا ناخد سؤالين ثلاثه كده وبعدين. وانا بشكركم بجد على صبركم، يا ربنا يبارك فيك. انا مش عارف اصلا والله مش شغال ولا يعني، حتى النت على اللابتوب شبكه تانية خالص، وبرضو لو عندك ستارت اب فكرته مش موجوده اصلا. ايه اللايف اهو صح، وانا لازم اللايف عشان يطلع الاسئله كده قريب. سوري. طيب انا بجيب الاسئله منين؟ فين؟ ايوه اهي، ادي الاسئله يا معلم. طب كويس قوي كويس قوي. في السوق اروح لشركه ولا اعملها لوحدي؟ لو دراسه السوق هتكون ان انت تقف تسال الناس وتكلمهم، تعرف فكرتك كويسه ولا لا، مش فكرتك كويسه ولا تعرف هم بيعملوا الحاجه ازاي كده، اعملها انت بنفسك، لانه مش هيبقى ده الطبيعي في دراسه السوق التقليديه في المكاتب والشركات. اعملها انت لوحدك وهي سهله جدا ومش محتاجه مجهود، وابدا مع لو انت لقيت في قرايبك ناس من المستهدفين بالخدمه دي احسن حاجه، بعدها ابدا بقى اتحرك اكتر شويه اصدقائك كده، بس ما تجمعش اقل من 20 واحد تاخد رايهم، ده رقم مهم شويه، ورقم يعني اللي هو يا دوبك يبقى انا طالع بحاجات كويسه. فهمت؟ لو درست، انما الكومبيتيتورز لو انت تعرف مكتب عنده الحته دي قويه جدا انه بيعرف سوق ككومبيتيتورز كويس، لكن برضو دي سهله ان انت تعملها من الاب ستور وبلاي ستور ومن فيسبوك ومن جوجل، كل الحاجات دي هتقدر تطلع لك الحاجات المنافسه اللي موجوده. ده كان سؤال. ازاي اعرف ان فكرتي هتنجح؟ محدش بيعرف ان فكرته هتنجح على الاطلاق، لكن انت بيهمك انك تعمل فاليديشن. كل ما الفاليديشن بقت النتيجه بتاعته اقوى، الحاجه دي مطلوبه، كل ما انت بقيت واقف على ارض صلبه وعندك البوتنشال او الاحتمال ان انت تنجح اكبر بكتير ان شاء الله، لان مفيش حد بيعرف تنجح. ولا جوجل قفلوا اكتر من 20 مشروع بافكار انها تنجح وفشلت. ابل كانوا عاملين ستيشن صغير كده جيم زي وي وزي الحاجات دي وفشلت ما اشتغلتش يعني، فعادي جدا ان الافكار بتتعمل وبتفشل. انت بتعمل فاليديشن للفكره، تسال منتورز
مش لازم تسالهم وتاخد رايهم قوي، لانه بعضهم مش بيبقوا برضو فاهمين الفكره. اسال منتورز فاهمين في المجال، فممكن يقول لك الموضوع ده هيفرق ولا لا، ممكن برضو دي تديك توجه كويس. بس لو قالوا لك لا ما تسمعش كلامهم قوي، يعني اعمل اللي انت شايفه كويس، اعمل بس فاليديشن من السوق. لو شركه لسه بتبدا وعميل بيسالها عن سابقه الاعمال، الاجابه المناسبه من الحاجات السهله اللي بنعملها كسابقه اعمال ان انت تعمل الاول مشروعين او ثلاثه ليك انت طالعين باي اسم او باي حاجه وتشتغل عليهم، بحيث يبقى عندك سابقه اعمال. ما عندكش خالص يبقى العميل ده مش مناسب ليك وانت مش مناسب ليه، استنى لغايه ما يجي لك عميل ما يسالكش على سابقه اعمال ويبقى السعر اقل شويه ويبقى هو اول عميل، خد العميل ده بخساره عشان يبقى عندك سابقه اعمال. هل ممكن حد ينجح بستارت اب وهو ما عندوش خبره سنين الشغل ان تنجحه؟ على فكره انا مبسوط من طريقه الاسئله، بقراها وجاوب اول مره الحلقه دي. ممكن حد ينجح بستارت اب وهو ما عندوش خبره سنين الشغل اللي تنجحه؟ ودي نادره جدا جدا جدا، فانا يعني ضد ده. انا بنصح ان لو انت عندك فكره ستارت اب لازم تكون انت عندك يا اما شاطر في تخصص هتفيد بيه الستارت اب، مش لسه متخرج، ما انت لسه متخرج ديفلوبر، طب ما انت مش شاطر كديفلوبر عشان انت اللي تعمل ديفلوبمنت للسيستم. اتخرجت كإدارة أعمال، طب ما أنت مش شاطر كماركتينج ولا كإدارة أعمال عشان تقدر تعمل ماركتينج لده، ما خدتش الحاجة العملي اللي تشغلك، فأنت لسه مش شاطر في تخصص. أو لو مش شاطر في تخصص تكون شاطر في مجال، فأنت فاهم كويس قوي في الملابس، اشتغلتها مع الوالد مثلا 10 سنين، تعالى ابدأ المشروع، هات ناس بقى ينفذوا وأنت فاهم في المجال. فيا إما تبقى رأيي الشخصي، يا إما تبقى فاهم في المجال، يا إما تبقى فاهم في التخصص أو في غير كده لا، يبقى الافضل ان انت ما تعملش، خش مع حد اصلا بتخصصك انت بقى، دي حاجه تانية. اللي ممكن اعمله في التمويل ده انا كنت بقوله دلوقتي، اوبشنز التمويل الاساسيه في الاول خالص انت، اهلك، اصدقائك، الناس اللي حواليك. قطعت خطوه، عملت منتج وفكرتك قويه قوي، حتى لو ما نزلتش السوق ممكن تلاقي فرصتك في اكسلريتور وانكيوبيتور. قطعت شوط عملت شويه تراكشن، بقى الاكسلريتور فرصته احسن شويه وبقى ينفع تروح انجل انفستور. قطعت شوط اكبر وبقى الارقام قويه وفي جروث قوي محترم ووصلت لبرودكت ماركت فيت او قربت الانجل انفستور بقى احتمال. فهي كل مرحله ولا حاجه. في فيديو انا عامله اسمه التمويل في الشركات الناشئه، ادخل على يوتيوب خضرو بزنس هتلاقيني عامل فيديو طويل عن التمويل. Do you provide consultancy to startups؟ والله للستارت ابس انا بدي كونسلتنج فري لاي حد بيبقى عايز اي حاجه بيبعت لي على الماسنجر او الواتساب وانا او على صفحه خضرو بزنس وانا برد عليه على طول تقريبا في نفس اليوم، مش نفس اليوم يبقى اول ما بفضى. ودي بتبقى الحاجات اللي هي اسئله سريعه، حد عايز حاجه، حد بيسال على مشكله هو واقف فيها، لو هي تاخد مني دقيقتين بسجله ببعته على طول وانا اللي برد طبعا، ما فيش حد بيرد مكاني لان كذا حد علق التعليق ده. دي حاجه. الشركات بقى والحاجات اللي هي سكيل ابس والشركات اللي اخذت تمويل دي انا بشتغل معاها ككونسلتنت وببقى على البورد بتاعهم وبيبقى ليا ميتنجز معاهم اسبوعيه او كل اسبوعين وحاجات بالشكل ده، لان يعني ده بحاجات مكلفه يعني بتبقى محتاجه بقى بادجت. يعني لو سمحت انا عايز كذا. طب هو السؤال بتاع الرومان بيلي هو ده مشروع تقليدي فهيبقى خارج، يعني بعت لي رساله هرد عليك بس ده خارج الاطار بتاع التوبيك اللي احنا فيها دلوقتي. لو هعمل اب يوصل بين، انا مش عايز اكون ضيعت اسئله. سيرفيس بروفايدر وكاستمر، هحتاج متوسط راس مال كام وازاي اعمل له دراسه جدوى؟ هتحتاج كوفاوندر، يعني السؤال ده بالذات ان انا عندي فكره كذا اعملها ازاي واعمل دراسه جدوى ازاي، ده معناها انت عايز تدرس انتربرنورشيب رياده اعمال وعايز تخش شويه في البيزنس، او تجيب حد فاهم بيزنس وفاهم رياده اعمال وهو ده يبقى المؤسس معاك، وانت يا اما تبقى بتقوم بدور معين في الشركه او ما تعملش حاجه تبقى انت شريك بالفكره. دي مهمه يا جماعه جدا. انت لو مالكش في التخصص ومش فاهم رياده اعمال، مش فاهم، شكرا يا احمد يا عاصم، ما اعرفش انت بتفضحني ولا ايه. بس انا ما اعرفش انت ستارت اب يعني. زي ما قلت لو ستارت اب انا ما بقدمش كونسلتنج للستارت اب سبيد لانه ما ينفعش عشان هم الفلوس، فانا في نفس الوقت ما بعملها على الماسنجر او على الواتساب وبرحب بده جدا وفي اي وقت ان شاء الله. لكن الاستشارات بتاعت نقعد مع بعض ساعه وساعتين هي دي اللي لها النظام التاني. ايه ده وليه قطع؟ هو انا انتوا لسه شايفيني؟ قال لي انتربتد. لا ده من عندي. طيب فلو انت ما عندكش غير ان هي الفكره وعجباك وعملت فاليديشن، هات ناس بقى
هم اللي ينفذوا لك الموضوع وانت تاخد الحصة بتاعت الفكرة، لان انت هيبقى لك حصة فكرة من 5 لـ25، وبالتالي هتبقى شريك كبير في الشركة، ولكن مش شرط انت تعمل حاجة بيدك الا لو هتتعلم بقى. هل في طريقة او سيرفي؟ ده احنا اتكلمنا في موضوع ان انا اعرف فكرتي هتنجح ازاي. لازم الفكرة تبقى ويب موبايل اب، ولا اقدر امشي بيها فترة بويب سايت؟ السؤال ده في منتهى الروعة. اصلا الفكره في الاول اعملها من غير ولا موبايل اب ولا ويب سايت ولا تكلفها شيلين. لو عرفت تنفذ الفكره بتاعتك من غير ما تكلف اي حاجه اعمل كده. من الناس اللي نجحوا نجاحات كبيره ناس كانوا بيبتدوا بان هو فتح شيت اكسل ونزل يبيع للناس في البيوت او في الشوارع، او يتكلم مع المحلات ويتفق معاهم ويبيع لهم، ونجحوا نجاح كبير ما شاء الله لا قوه الا بالله. قاموا محولين ده لسيستم، فما تكلفش فلوس في الاول وما صرفش اي حاجه لغايه لما هو عمل الفاليديشن حقيقي، لانه ده افضل انواع الفاليديشن. ان انا اجرب الفكره بقى حقيقي، يعني انا الدرجه الاولانيه انا هسال الناس بيعملوا ايه وارجع ادرس عشان اقرر هعمل ايه. الفاليديشن الثاني لما بعمل البرودكت او الام في بي اللي هو البرودكت الاولي، او حتى بديل البرودكت اللي قبل ما اعمل البرودكت الاولي، انا هنزل للناس اجرب حلو جدا، هطلع نتيجه الناس عايزه ده ولا مش عايزه ده. يبقى انا كده الخطوه بتاعت اعمل من الاول برودكت ولا لا، لا ما تعملش برودكت لو ينفع تفاليديت من غير برودكت. طيب الاماكن اللي ممكن تعمل منتورنج ليا في حاجه للناس اللي ما عندهاش فكره عن البيزنس ولا الانتربرينورشيب، تيك عاملاها اسمها الاكسلريتور. تيك اللي هي تبع ايتيدا في تبع الحكومه في مركز الابداع في القريه الذكيه في فدي حاجة كويسة جدا ونقطة بداية كويسة مجانية بتقبل الناس لو عندهم أفكار. نجي نحسب إزاي البروجكتد ريفينيوز صح والرياليستيكلي على هل على الكوست؟ طيب إن أنا أحسب أعمل بروجكشن أو أحسب التوقع بتاعي للمصاريف وللمبيعات محتاجة خبرة، يعني وأنا ما عنديش فكرة عن البيزنس، وبالذات وما عنديش فكرة عن المجال اللي أنا عامل فيه المشروع. يبقى أنا برضو محتاج إيه دلوقتي؟ حد ماتر إكسبرت، حد فاهم في السبجكت ماتر إكسبرت، فاهم أصلا في المجال ده واشتغل فيه فترة، فما هيجيلي هو عارف من الأول ده إحنا المفروض المحل في المعتاد بيبيع بكذا في الشهر، يبقى أنا عرفت إحنا هنوصل لإيه، عارف إن إحنا لو نجحنا في ده هيبقى واصلين إن الرقم يكون عامل إزاي، أو مبدأ أشتغل على التوقعات، وبرضه هيبقى اللي جاي لي فاهم الإكسبنسز بتاعة الحاجات اللي إحنا شغالين فيها عاملة إيه، سواء مواد خام، تك، مش عارف إيه. عشان كده المعلومات، العلم هو الأساس بتاع إن أنا أعمل حاجة ناجحة. طيب أنا مدير ده شركات اللوجيستيك، عندي فكره توفر فلوس على شركات اللوجيستكس بس محتاج تيم. اسعى ان انت الاول تفاليديت الفكره زي ما اتفقنا، ولما تفاليديتها او تفرج بقى على الفيديو لو الفيديو ده نزل حته واحده اصلا او من غير تقطيع، وبعد كده جمع الفريق. وزي ما قلنا الفريق بتجمعه من معارفك الاول، ولو ما عرفتش تلاقي من معارفك او من معارفهم الجروبس المتخصصه، اعمل بيزنس برضو جروب متخصص فممكن تلاقي فيه ناس، والثلاثه اللي انا قلتهم قبل كده ممكن تلاقي فيهم ناس تستفيد من ان هم يدخلوا معاك شركه فيدوك المعلومات اللي يشتغلوا بيها في المشروع. مش لازم انت تبقى عارف كل حاجه خالص. في كتاب عن كيفيه الاستفاده في الازمات، معرفش والله، انا بقعد اسمع كتب كتير صوتيه، وبقعد اسمع بودكاست كتير، واقرا مقالات كتير على المواقع المشهوره، بس ما بيبقاش في حاجه معينه بتعلم معايا، فانا يعني بيبقى تجميع كده يعني زائد الحاجات اللي بشوفها، فانا معرفش كتاب معين الحقيقه في الموضوع بتاع الازمات. ايه النسبه المنطقيه لو انا بعمل برودكت وعايز انفستور؟ لو انت بتعمل برودكت والبرودكت دوت تك، يعني انت رايح في سكه الستارت اب، خلينا نقول بتعبير بلدي شويه، لو انت رايح لسكه الستارت اب يبقى الانفستور مش هياخد اكتر من 25%، ولها نظام في موضوع كنت كاتبه قبل كده اللي هو اكتب في جوجل تقسيم الحصص في المشاريع الناشئه، هتلاقي الموضوع واضح وصريح وطالع لك اول واحد. لو انت بتتكلم على برودكت مش ستارت اب، على مشروع عادي، برضه طريقه تقسيم تانية، اكتب في جوجل طريقه تقسيم الحصص في المشاريع التقليديه او المشاريع العاديه، برضه هيطلع لك اول نتيجه هتلاقيها مقال انا كنت كاتبه. ايه تاني النقطة؟ عايز ابقى فاهم، اكون فاهم في المجال او عندي الفكرة انا واقدر اتابع بيها بطريقة كويسة وعندي سكيلز كذا، لازم تتعلم. يبقى يعني احنا قلنا يا اما هتجيب شركة هم يعملوا الحاجات وانت تبقى شريك بالفكرة، يا اما انت تتعلم. ايه نصايحك في مرحلة الفاليديشن؟
والاخطاء اللي نتفاداها. وممكن نشوف قصص زي كده. ان في كتاب اسمه ذا مامز تيست، يعني اختبار الام، بيدي على موضوع ازاي اقدر اسال الناس وابقى متاكد ان انا مش بسال حاجات عبيطه او مش بسال حاجات اجاباتها مش مفيده ومضلله ليا. فده الكتاب ده رائع ومن الحاجات التاسيسيه في المجال دوت. لو انا طالب جامعه، ايوه انا بحب الاسئله بتاعت الحته دي. لو انا طالب جامعه وبتجيلي افكار لستارت ابس لكن ما عنديش مهارات مميزه زي البرمجه او التسويق او الاداره، تنصحني اتعلم مهاره ايه عشان لما تجيلي فكره يكون لمهاره دور في تنفيذها؟ انا بنصحك ان انت ما تتعلمهاش عشان تعمل بيها مشروع، بنصحك ان انت تتعلمها عشان تشتغل بيها الاول. يعني مش يبقى انت عمال تجهز نفسك في الكليه عشان يبقى في حاجه في ايدك تعرف تعمل بيها الستارت اب. انا قلت في النص، لو انت طالب او لسه متخرج وبتشارك في ستارت اب ان انت بتعمل حاجه بايدك، انت ما خدتش لسه الخبره العمليه، انت جاي تتدرب في الستارت اب اللي لسه باديه اللي هي معاها فلوس قليله وهتخلص قريب لو ما وصلتش الحاجه، وانت كفاءتك مش كافيه في الغالب ان هي توصل الستارت اب للحاجه اللي بتدور عليها، صح ولا ايه؟ طب يبقى انت كده بتضيع وقتهم وبتخسرهم، وهم في نفس الوقت بيأثروا انه عليك ان هم مش بيفيدوك بحاجه، لا انت هتاخد مرتب كويس قوي ولا انت عندك فرص ترقي هنا لان ما انتش عارف الموضوع هيكمل ولا لا، ولا انت بتتعلم، ده انت اللي عمال يعني بتتعلم بطريقه صح وغلط، مش بطريقه تكليد او حد كبير جاي ماسك بايدك وعمال يقول لك كده صح وكده غلط. الستارت اب ظروف الشغل فيها مناسبه لحد عنده 3 4 سنين خبره وهيجي يفيد الستارت اب، وممكن ياخد حصه من الستارت اب يكبرها لان هو هيبقى اساس وحاجه قويه بتقويها مش حاجه بتضعفها. فاتعلم الحاجه اللي هتشتغل بيها بعد ما تبقى شاطر فيها بعد كده، مهما كانت هي ايه هتعرف تشتغل بيها في ستارت اب. حتى لو اتش ار هتشتغل في ستارت اب، حسابات هتشتغل في ستارت اب، تك، ماركتنج، المهم ان انت تلاقي الوظيفه اللي تعجبك اللي تقعد تجرب لغايه ما حاجه تعجبك تشبك فيها وتبتدي تكبر فيها، هتعرف تفيد بيها غيرك وهتعرف تعمل بيها كل حاجه. اوكي، هل لو الستارت اب بتاعي قائم على فكره السوق محتاجها وفيها فكره مشروع ثانيه اقدر انزل بيها في نفس المجال، الفتره بينهم تبقى ايه؟ انا ما فيش فاهم السؤال، معلش ابعته لي بقى على الخاص انا مش فاهمه. Here is the link to my course. ده حد بيعمل اعلان. طيب ننصح ندرس اداره الاعمال انا قلت لك عليها. انا مشروع عباره عن شغل هاند ميد، ازاي ممكن اوصل للاسواق العالميه مع شغلي؟ انا بس علاقاتي وبحاول انزل معارض مع الصندوق بس عاوز اوصل اكتر حاجه ممكن تتعمل اونلاين. يعني لو كل دوت معمول اوفلاين يا هدى يبقى هيبقى مناسب يتعمل ويب سايت، يتعمل صفحه فيسبوك، صفحه لينكد ان، وحد شاطر يمسك الكلام ده عشان يقدر يسوق ويبقى فيه نتيجه كويسه جدا مع الوقت وهيوصل المشروع لحاجه كويسه بره ان شاء الله. معلش انت واضح ان سامعين صوت بس وشكلي غريب جدا في الصوره، فمعلش استحملوا المنظر. طيب ما هو انا كخريج جديد ايه الستيب اللي المفروض اعملها عشان اطلع السلم الوظيفي اللي بدوره هيديني خبره اقدر استخدمها لما اجي اعمل ستارت اب؟ اول حاجه انت هتجرب كل المجالات اللي تقدر عليها خلال سنه سنتين، وما تخافش من العمر اللي بيضيع، مفيش عمر بيضيع وانت بتجرب وظائف مختلفه لغايه ما تشبك في حاجه. يعني انت بتلاقي حد مثلا داخل المدرسه متاخر سنه يقول لك ده انا متاخر اتخرج، او محدش واخد باله وهي مش فارقه معاه ولا سنه ضاعت من عمره ولا الحاجات اللي كانوا بيقولوها لنا واحنا صغيرين. فجرب كذا مجال لغايه ما تلاقي نفسك تخصص او وظيفه معينه عجبتك كمل فيها. نمره 2، اساسا بقى وانت بتجرب انت مش هتجرب بسهوله، انت هتتعب عشان تلاقي شغلانه انترن تخش شغلانه تتدرب فيها تريني او انترن لغايه ما تبقى شاطر شويه وبعدين تبدا تمسك شغل. فدي فتره هتستحملها وانت مش تبقى زعلان فيها اصلا، انت بتتعلم ولكن انت هتتعب عشان لها، انما هي موجوده ان شاء الله. طبعا الظروف لما تبقى صعبه زي اليومين دول بتبقى نادره، لكن لما الامور بتبقى اقتصاديا واجتماعيا هتلاقي بقى سهل ان انت تلاقي انك تخش شركه تتدرب، شركه ثانيه تتدرب لغايه ما تلاقي الحته اللي انت ينفع تستقر فيها وتشتغل. مجرد ما دخلت هيبقى عندك حاجه من اتنين، يا هي فيها بقى كارير باث واضح وحته ترقي واضحه، او هي محدوده، خد على قد ما تقدر ومعلومات و لغايه ما توصل لمستوى تقول انا كده، يعني انا بديكوا اقصى ما عندي وانتوا بتدوني اقصى ما عندكم، شوف شركه عندها الكارير باث اوضح او احسن لغايه ما يجي يوم وتقول والله انا عايز بقى استفيد من الخبرات دي كلها ان انا اعمل المشروع او ادخل في ستارت اب، وهتلاقي ده سهل ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا احمد الشاكر، ربنا يخليك.
لو عايز منتورنج اللي بيسأل، حد بيسأل احمد بيسأل عن منتورنج في اي وقت ابعت لي زي ما قلت لك. 5% او 25% للفكره من غير كوميشن للفاندنج. الكوميشن بتاع الفاندنج ما دي قصه، لو تقصد ايكويتي للفاندنج يا صهيب يا مصطفى معلش اقرا الموضوع اللي اسمه تقسيم الحصص في المشاريع الناشئه في الشركات الناشئه من جوجل. ايه اهم الخطوات قبل النزول للسوق وايه الاخطاء الواجب اتخاذها تلافيها بقى الاخطاء الواجب تلافيها لنجاح المشروع في البدايه؟ موقع تطبيق محتوى استشارات قانونيه. احنا اهم الخطوات اللي اتكلمنا فيها النهارده الاسئله اللي لازم تجاوب عليها في الاول، هو انا ايه الخدمه بتاعتي وبخاطب بيها مين وبتعامل مع مين، البيزنس موديل انا هقدم الخدمه ازاي وهيجي لي فلوس ازاي، اول ما يتحدد اشوف مين الشركاء اللي انا محتاجهم مواصفاتهم عامله ازاي، وبعدين ادور عليهم لقيتهم واتفقنا اتفاق صح ما نندمش عليه، بعدين ندخل في الخطوه اللي بعدها نعمل الفاليديشن من السوق حقيقي ونعمل دراسه المنافسين واقفين فين وهل الموضوع ده هنعمله ولا مش هنعمله اصلا. خلصت ده اروح بعد كده على تحديد بقى مواصفات البيزنس موديل ومواصفات المشروع كويس بشكل نهائي عشان نبدا ننفذه ونلم الفلوس مننا 30 40 الف او حسب هو يكلف كام ونبدا ننفذ ده. لو عرفت اعمل فاليديشن احسن بان انا اعمل الموضوع ده من غير ما اعمل برودكت يبقى طبعا احسن بكتير. يعني لو انت محامي مثلا واوريدي عندك العملاء وبتتكلم معاهم وشايف ان انت لو في سيستم معين هيسهل عليك او عليهم توكل على الله على طول، انت كده عندك الفاليديشن بتاعك. وصلنا لمرحلة معينة في الستارت اب وكانت فكرتي وكنت المؤسس وبدأنا بتيم دعم تقني معين وبدأنا نكبر، امتى اقول ان التيم يتغير او احط ناس مكانه؟ دي حتة فظيعة جدا ومهمة جدا في السكيلينج وبتحصل مع كل الشركات، لان الناس اللي بيشغلوك في فترة وبيشيلوا الشركة الستارت اب بيجوا في فترة تانية ما بيبقوش قادرين ان هم يشيلوا الشركة بنفس القوة في الوقت ده، لان هم كانوا كويسين قوي في اللي فات عارفين يعملوا الحاجات اللي احنا بالحب مع بعض ويلا نجرب ويلا نتعلم مع بعض. طب احنا وصلنا لمرحله بقت الغلطه بتكلف ان احنا ممكن نقفل، لان سمعتنا ممكن تضيع بعد ما تكونت بشكل كبير قوي بكلمه اتقالت على الفيسبوك عشان خدمه غلط او اتقدمت بشكل مش كويس. ده اللي احنا بنقول فيه ان لا، انا لازم كل فتره هعمل اسيسمنت كحد صاحب المشروع، لازم اعمل تقييم الناس اللي معايا دول الاداء عامل ايه. اللي انا هلاقيه انه لا واضح انه اداؤه مش كفء وان احنا او القسم بتاعه بدا يقع وبقى واضح ان في مشكله، انا عندي كذا اوبشن هنا كنت كتبت مقاله عندي قبل كده. عندي اوبشن ان انا كده كده هتكلم معاه، ما تيجي تاخد كورس كذا، والحقيقه ناس كتير بيعملوا الحركه دي، ما تيجي تروح تتعلم ام بي اي او تتعلم حاجه في التك او تتعلم في المجال المعين. استجاب وبدا يتعلم اهلا وسهلا، يبقى احنا ماشيين في خطوه كويسه قوي. طيب ما استجابش ومش يتعلم هنضطر نروح لحته تانية ان نجيب حد نعينه بشرط يكون عنده كريدنشلز زي شهاده زي كورس معين زي سن معين زي انه اشتغل قبل كده في حاجه كبيره قوي في التخصص ده، فجاي يبقى يا اما مديره ودي هتعمل مشاكل كبيره، فلو انا عارف انها مش تعمل مشاكل كبيره هخليه مديره، لو هتعمل يبقى انا هخليه مش مديره، هعمل زي هيراركي موازي ستراكشر كده، يعني هفتح فرع جديد زي لو انا الراجل دوت عندي سي تي او او سي اف او او سي او او، انا هقول طب انا عندي هون نظام السي حاجه او، انا عندي نظام تاني اسمه في بي فور كذا، يبقى ده الفايس بريزيدنت فور مجال او مقايل انت اللي ماسك الماركتنج، انت السي ام او، بس انا عندي بقى واحد اسمه في بي فور ماركتنج، ده هيبقى معاه شويه اختصاصات وانت اختصاصات وهتتعاونوا مع بعض. بالتدريج هيبقى باين في فرق كبير جدا والراجل جاي بكريدنشلز وبحاجات قويه، بالراحه بالتدريج هتلاقي ده بدا يسمع لده وبدا يبقى مفهوم ان هو ده المدير بتاعه وهتمشي كويس ان شاء الله، بتتحل دايما بالطريقه دي يعني. انما لو مفيش مجال وبدا يبقى في مشاكل لدرجه انه لازم يمشي فده خلاص بيبقى قرار لازم يتعمل، ولو هو بقى كوفاوندر هيحافظ على النسبه بتاعته بس مش هيبقى مسؤول عن الحاجه دي. اوكي ايه نصايحك في الفاليديشن؟ ان انت ما تمشيش الفاليديشن بفكره لو عملنا لك مشروع بيعمل كذا كذا ايه رايك؟ هي دي ما ده الغلط. رايك ما ينفعش، ما الناس مش هتديك الاجوبه اللي انت متصور ان هم عايشين المشروع بتاعك ومركزين وهيدوك اجوبه صح. اسال الاسئله اللي يجاوبوا عليها. هنري فورد قال لا انا ما سالتش الناس، لان لو سالتهم قبل ما اعمل العربيه انتوا عايزين ايه كانوا هيقولوا لي عايزين حاجه اسرع.
طب ما هو عايزين حصان اسرع، ده يبقى هم ما عندهمش في دماغهم الكونسبت بتاع العربيه، وده منطقي. يبقى انا ما ينفعش اسالهم السؤال ده، بس ينفع اسالهم ايه؟ هو انتوا عندكم مشكله مع الحصانه؟ يقول لي اه. ايه؟ انها مش سريعه قوي. اه، يبقى انت عايز حاجه اسرع. شايفين الفرق؟ هنا فرق كبير قوي في مجرد ان انا بسال. طب اخر مره، طب ايه مشاكل الحصان ممكن يوقعني مثلا؟ اه يعني انت لو لقيت حاجه مش توقعك يبقى افضل. طب اخر مره وقعك ايه اللي حصل لك؟ ده انا رجلي اتكسرت، رحت اتجبست. عمال اشوف الكوست بتاعه الاستخدام بتاع الحاجه التقليديه ايه، عشان لما اجي اقارن تمن ده عليه بالحاجه اللي عندي اللي انا عارف انها هتطلع تمن ده عليه، بعمل مناسب ولا لا، وهكذا بقى بالتفاصيل الكتيره يعني. كان عندي فكره عباره عن برنامج تسويق خدمات زي ابلكيشن على، بس مش عارف على كام، بس بتاع الاعلانات، بس فيه مميزات تانية. فاعمل ايه وابدا ازاي؟ احنا قلنا بقى تبدا ازاي خلاص، بس لو انت طالب اطلع اشتغل الاول. ايه المصدر اللي اقدر اعرف منه احدث التقنيات في التسويق؟ ابديت فروم تايم تو تايم. تابع البودكاست وتابع النيوزليترز، الحاجات دي كلها مفيده، بس انت اسعى في السكه بتاعت ان انت تشبك في مواقع او في بودكاست تسمع منها او تقرا فيها، دي بتبقى حاجه مفيده جدا. صاحب الفكره ومعايا مستثمر ليها، وهكون مش عارف اعمل سيمور، انا اسف، فمش عارف اشوف بقيه السؤال. لو في فكره موجوده بس عدد اللي شغالين فيها قليل، هل كده هل ده معناه انه انها مش محتاجات الناس فكره؟ ده سؤال حلو قوي. من العناصر اللي بتخلينا نقول الفكره دي كويسه ونمشي فيها ولا لا، والانفستور يتبسط منها ولا لا، انها يبقى لها سوق كبير. بس سوق كبير هنا مش معناه عدد ضخم. السوق هنا عبارة عن الناس بالقوة الشرائية بتاعتهم الاتنين مع بعض. يعني في الاخر انا عايز اقول هيشتروا ولا لا وبكام. فلو انا عندي سوق كبير قوي كده بالعرض وناس كتيرة قوي، اللي هو كل الناس مثلا، فسوق كبير بالشكل ده، ده بالعرض ده مغري جدا وحلو جدا، بس عيبه انه غالبا هيبقى فيه منافسة، ده اللي بيخلي الموضوع صعب فيه. السوق التاني اللي دخوله بيبقى اسهل غالبا وبيدي نتائج حلوة واقدر اتوسع منه بعدين، هو السؤال بتاعك ده، انه عدد الناس اللي موجودين فيها كعملاء قليلين. لو هم قليلين بس الاحتياج حقيقي وكبير والسعر كويس، ده احنا كده هنشتغل بشكل كويس جدا، بالفاليو بتاعتنا حلوه، وهم شايفين البنفيت صح، يبقى احنا كده هننجح معاهم. ده هيسهل لي، يا اما هعمل برودكتس ثانيه ليهم، يا اما ان انا هسكيل هوريزونتالي، هتحرك على دول ثانيه فيها نفس الاحتياج الصغير ده، لو قلنا عليه صغير، يبقى انا في الاخر هوصل برضو لسوق كبير. فالاثنين موجودين. حد بيقول اللي بيتكلم على الازمات اسمع علاء سجاع. علاء سجاع كان عامل فعلا، افتكرت دلوقتي، بودكاست حلو، حلقه عن اداره الازمات. ازاي نعرف حجم السوق الفعلي وقدرته على التوسع؟ دي بتحتاج ان انت تعرف حد يكون معاك كوفاوندر او منتور يكون شاطر في المجال ده، في الاندستري دي، هو ده اللي تساله عشان تقول له هو حجم السوق الفعلي بتاع الاكل في مصر كام. لو هو شغال في المطاعم وبقاله فتره طويله زي حد زي نجاتي كده، هيقول لك كذا. لو حد شغال في الكووركينج سبيسز زي عزت مثلا، هيقول لك حجمه كذا. يبقى يعني على طول هيقدر يديك المعلومات، سواء مصاريف، ايرادات، الربحيه كام في الميه، الحاجات نفسها، عناصر التكلفه، هتقدر تاخد منه كل المعلومات. فدي من الحاجات اللي ما بنتعبش نفسنا فيها ان ندور عليها. دور على حد عارفها يدخل معاك شريك، او تاخد منه كونسلتيشن. امتى نقدر نقول ان احنا امتى نقول نقدر ننافس ناس موجوده فعلا؟ غالبا لو انا بقدم خدمه احسن من اللي هم بيقدموها، سواء بشكل جديد او قديم، ما دمت هعرف اقدم الخدمه بشكل او المنتج بشكل مناسب للي هو عايزه العميل، انا هنجح. مناسب دي بقى داخل فيها كل العناصر اللي هي كل البنفيتس اللي هو شايفها، السعر، الكواليتي، الكونسيستنسي في الكواليتي، انت كل مره بنفس الكواليتي، كل العناصر اللي تقول الخدمه خدمه العملاء، وهكذا. لو انت هتقدمها بمستوى كويس انت كده ماشي كويس. نجاتي بيقول هتعمل لنا فتكات. لا، انا كنت هعمل مشروع زي فتكات قريب، وبعدين احجمت عنه شويه، لان لقيت ان الحاجات السوشيال اللي طلعت الفتره اللي فاتت اللي هي بتحاول تصارع الفيسبوك شويه وتشتغل على نقول يعني شرايح معينه من المستخدمين، ما نجحتش. فمحتاج مني مجهود شويه في ان انا ادرس ده عشان اعرف ليه ما نجحتش، واعرف ازاي ممكن تنجح ان شاء الله. يعني الزمن اتغير فما اقدرش اكرره بنفس الطريقه. عندي فكره بتقدم فول سوليوشن للمطلقات والانمارد، بقالي فتره بسعى في تحصيل معلومات، مش عايز اضيع وقتي وعايز ابتدي، بس نفسي المشروع ينجح، تنصحني بايه؟
كل ما جمعتي فاليديشن اكتر على العينه او الناس اللي انت بتترجتيهم بالمشروع ده، عام رايهم ايه في اللي هم بيعملوه حاليا، وان هم ازاي ينفع ان انت تقدمي لهم خدمه تعوضهم عن حاجه هم مثلا مفتقدينها او بتنظم لهم حياتهم او حاجه زي كده. لو خدتي الفاليديشن ده منهم وتاكدتي منه هتقدري تعملي حاجه قويه جدا. من غير ما تاخدي الفاليديشن واحنا لسه متكلمين عنه كذا مره مش هتعرفي توصلي لحاجه، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تحاوليش تعملي كل حاجه بنفسك، لازم هيبقى في ناس يساعدوا، لازم يبقى في كوفاوندرز، تجيبي كذا واحده كل واحده مسؤوله عن حاجه عشان الامور تتحرك، كل واحد شايل الشيله بتاعته وبيتحرك لقدام. كل حاجه عندك انت بما انك صاحبه الموضوع فتلاقي نفسك وقعتي في السكه، وان شاء الله ينجح باذن الله. طب بعد خبرة قد ايه اقدر ان يكون ليا ستارت اب خاص بيا؟ امتى اقول ان انا جاهزة ابدا؟ ده انا دايما انجح الحاجات بناء على الاستثمارات اللي حصلت يعني في السنين اللي فاتت. الناس اللي بيكونوا اشتغلوا 7-8 سنين خصوصا في شركات كبيرة، يعني خصوصا ارامكس، اوبر ايتس، وظف، الحاجات اللي هي الشركات الكبيره اللي بتعلم الناس جوه حاجات وشغل، اي بي ام، انا شفت ناس كتير من اي بي ام، ماكنزي طبعا. فبنشوف الناس اللي اشتغلت في كوربريتس وفي اماكن كبيره وحتى اورجانيزيشنز، مش لازم شركه، ان هو لما خد الخبره القويه بتاعت البيزنس جوه وبقى قلبه جامد وعارف المخاطره عامله ازاي وعارف التفاصيل بتاعت الاوبريشن والبيزنس والفاينانس، ودي نقطه مهمه جدا بتوقع الستارت ابس، وما بقاش فاهم اصلا يظبط اموره الماديه ازاي، لما بيطلع يعمل المشروع هو بيبقى في نقطه حلوه قوي، ان هو اكيد ما سابش مرتب كبير وبنفيتس كبيره ويطالع يعمل مشروع هو مش متاكد منه بنسبه 100%، فبيطلع قلبه قوي جدا ومضحي وعارف انه مضحي بس عارف انه رايح على حاجه حقيقيه. عنده ميزه بقى هنا انه دايما بتبقى مطلوبه حقيقي لانه عينه شافت في الشغل بتاعه فرصه بناء على الاحتكاك بتاعه، فقدر يتفرج على الفرصه اللي موجوده وينتهزها ويعرف يعمل لها السوليوشن المناسب ليها، وده بالتبعيه بيقنع الانفستور في اول ميتنج ان هو عارف ان دوت حد فاهم كويس قوي وبيكلمه في حاجه عمل لها فاليديشن، وغالبا بيبقوا مش بس عملوا فاليديشن عشان كمان عندهم علاقات، فبيبقى ما شاء الله عارف يعمل شغل وتراكشن، يعمل حركه ومبيعات، فتلاقي النتيجه طلعت في الاخر ان هو ما شاء الله المشروع فاليديتد، عايز له بس مبلغ عشان يشتغل وان شاء الله ينجح يعني. فهو خبره قد ايه؟ انا كنت بقول 7 سنين كوربوريت يعني عشان ما نصعبش الامور، 5-6 سنين في شركة او في شركات مختلفة، ده يؤهل الواحد انه يفهم المجال بتاع البيزنس عامل ايه، فما يسيب ده ويشتغل في مشروع ويكون فاهم شوية ريادة اعمال الموضوع يمشي معاه كويس ان شاء الله، يبقى عنده مقومات جيدة يعني. عندي خلاص دي جاوبنا عليها. انا عندي فكرة محتاجة صلاحيات كتيرة قانونا، فممكن ابدأ بيها ازاي او اخد تصريح ازاي ومنين؟ هتجيبي حد برضو فاهم في المجال، حد اشتغل حاجة مع الحكومة قبل كده او اشتغل مشروع متعلق بتصريحات وصلاحيات وكده وترخيص، وهو ده اللي هيبقى مسؤول انه يعرف الحاجة دي تتعمل ازاي، مش لازم احنا نقعد نعمل الحاجة الواحد بنفسنا، او نكلم منتور فاهم في الحاجة دي وناخد منه كونسلتيشن. غالبا زي ما قلت في الاول الكونسلتيشن بتبقى اي حد من المنتورز والناس اللي عملوا شركات والمديرين الشركات ومؤسسين الشركات بيرحبوا جدا ان اي حد يسألهم في اي حاجة، وان هو يبقى مبسوط ان بيدي وقت لدوت، ولو الحاجة كبيرة وهتاخد وقت ومحتاجة قعدة او اكتر ممكن ده يدخل في اطار البيت كونسلتيشن، بس برضو دي مش بتبقى مناسبة للستارت ابس في الاول. في ناس بيعملوا ده مقابل ايكويتي، يعني في ان هو يدخل ادفايزر في الستارت اب وياخد حصة مقابل ان هو هيبقى الادفايزر بتاعه. حضرتك كنت اتكلمت في فيديو عن اشخاص اللي مش عارف ايه كده ان هم يبداوا ستارت اب كمنهم الطلبه، ليه قلت كده؟ مع ان ده بيدي الطلبه علم في اكتر مجال وبيديله خبرات اكتر. شكرا على السؤال ده يا محمد. انا لغايه دلوقتي لسه مقتنع بده جدا بنسبه 100%، وحديث التخرج ما يعملش مشروع في كذا سبب. السبب الاولاني انا قلته من شويه، انه لما هيروح ستارت اب وهو ما عندوش خبره عمليه يبقى هو بيفشل الستارت اب ويفشل نفسه، هو مش هيتعلم منهم حاجه وهم هياخدوا منه شغل هو بيتدرب فيهم، فمش هيعمل شغل ينجح الستارت اب، ده رقم واحد. يبقى انتوا يبقى كل العمليه بتظلم نفسها هنا. نمره اتنين، ولذلك تلاقي دايما ايه، المشروع يبدا بيعرض كده وبعدين لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشم نفسه هوب يروح مغير الفريق او يروح لشركه يديها الشغل او حاجه، لان هو مش عارف يكمل بنفس الناس اللي معاه.
النقطة الثانية، أنا نسيت، آسف إبراهيم، فكرني حاجة اسمها فكرتك شركتك دي تبع وزارة الاستثمار، مبادرة جميلة جدا بقالها فترة طويلة وناس كتير استفادوا منها. دول بيدوا منتورنج في البيزنس وإنشاء الشركات وريادة الأعمال، برضو اللي حابب يتواصل معاهم ناس محترمين قوي يعني، أنا أعرفهم ما شاء الله. فدي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، ليه الطالب لأ؟ انه لو الطالب لف او عمل شركته هو، او لف على ستارت اب واثنين وثلاثه، بعد 3 4 سنين هيلاقي نفسه قاعد مش بيحقق حاجه في حياته، هيحس ان حياته ضاعت ويبقى عايز يشتغل في شركه. لما يقدم السي في ويقول كنت هنا كوفاوندر، او كنت سي تي او، او كنت سي اف او، للاسف الناس بتكتب كده، او كنت سي اي او شركه كذا، وهو يا دوبك لسه متخرج ب4 سنين، هم عايزين حد يشتغل حاجه، مش يشتغل سي اي او، مش يشتغل مدير. فبيبقوا عارفين انه لو اشتغل عندهم هيبقى عنده مشكله نفسيه، انه بعد شويه يقول ايه ده، مين اللي بيتامر عليا ومدير عليا، ده انا كنت صاحب شركه. ولو هو ما وافقش باللي هم بيقولوه عشان حاجات بسيطه او مرتب صغير، التاريخ بتاعه هيقف عقبه، لان هو مش هيوافق، لان مش هيعجبه الكلام ده. وغالبا بيضطر الواحد في الاخر يشيل كل السي في بتاعته دي ويقول انا لسه متخرج واشتغلت انترن في شركه وخلاص. فطبعا يعني انت كده هيبقى الطالب حاسس ان هو ضيع حياته. نمرة 3، الاستفادات الحقيقية اللي بتحصل بقى من المشروع لو انت اللي عامله وانت طالب او اتخرجت، ما بتبقاش استفادة في تخصصك، ودي المصيبة. ما بتبقاش بقيت شاطر اصلا في ان انت تعرف تعمل حاجة في التخصص بتاعك. انت درست في الكلية، سواء هتكمل بقى في نفس تخصص الكلية ولا لا، مش بتطلع في الستارت اب بتاعتك تبقى عارف التخصص، بتطلع في الستارت اب تعمل كل حاجة، تنظم، تدير، تاخد ده من هنا، تعمل اوبريشن، تتعلم سنه ماركتنج، بتلاقي نفسك بعد 3 4 سنين كشكول. الشركه اللي هتيجي توظفك هتوظفك على انت بتعمل ايه. مفيش شركه عايزه كشكول الا لو هي عايزه حاجه اسمها برودكت مانجر، ودي مش حاجه سهله، لانها غالبا بتبقى على البرودكتس الجديده او المشاريع اللي بتتعمل في الشركات، فدي مش حاجه كتير بتتعمل يعني. ادي اسباب الحته دي، احنا خلاص كده ممكن نقفل بقى. ازاي اقدر اتحكم في البادجت وانا ستارت اب وما يفتحش مني تارجت مريح؟ ما هو هي لو ستارت اب غالبا هننفع نتحكم في البادجت، بس غالبا مش هنحقق ربح، ولكن هنحقق تارجت. يعني هنقول احنا عايزين في السنه ونص دول نكون حققنا كذا، هنعرف نعمل ده. ازاي اتحكم في البادجت؟ في فيديو طويل انا كنت عامله اسمه مش عارف كام نصيحه كده لكي لا تنتهي التمويل شركتك، حاجة كده يعني. هو موجود على فيديو على يوتيوب خضرو بيزنس، ممكن تشوفه ان شاء الله يبقى مفيد، لانه فيه 10 نقط او 9 نقط كلهم مهمين. ايه تاني؟ What kind of organizations help new startups with vendors؟ With vendors with vendor معرفش، لو انت تقصد ان هم يعرفوهم بفندرز ما عنديش فكرة، دي حاجة بقى عايزة منتور اكتر يعني يا هدى. لو القصد ان هو بس organization تساعد الستارتب بعملة، لو ده القصد ده موجود، ممكن المنتورز بسهوله هيقدروا يفيدوا في ده، خصوصا الناس البيزنس ديفلوبرز زي محمد عزت او محمد نجاتي، بيبقى عنده معارف كتيره قوي، ممكن يعمل دايركشن لحد وجايدنس، يقول له روح كلم فلان، هو ده مثلا اللي عارف الناس اللي في المجال الفلاني، سواء بقى الاتفاقات بقى مختلفه بقى. ايه فرص النمو على المدى الطويل لو بصنع منتجات مميزه؟ فرص ممتازه طبعا. How can I choose my value proposition of my startup؟ في الحقيقه هي الفاليو بروبوزيشن هي انت بتسمعها من العملاء بتوعك. يعني في المعتاد احنا بنحاول نعمل حاضر يا زيزو ازاي؟ طب مثلا جاوب على ده، انا ايه اللي خلاني بصيت على الموبايل؟ ماشي. هو كان اسمه ازاي اختار الفاليو بروبوزيشن عكس المتصور، مش انا اللي بكتبه. يعني الناس دايما في البيزنس موديل كانفاس اللي انا عمري ما شرحته لغايه دلوقتي، انا هتشرح مليون مره قبل كده، بيبقى مكتوب هو ايه اليونيك سيلينج بروبوزل او اليو اس بي او الفاليو بروبوزيشن بتاعك. فالغلط اللي بيتبقاش اقول غلط، بس البراكتس الصح ان انا مش بكتب الفاليو بروبوزيشن، انا بكتب فاليو بروبوزيشن مبدئي اللي هو انا شايف المنتج بتاعي بيحقق فوائد ومنافع ايه للعميل، شكرا. بس ده مؤقت، مع اول عملاء يبتدي اتكلم معاهم بعد ما اطلع لهم المنتج فاخد رايهم هكتب اليونيك سيلينج بروبوزل او الفاليو بروبوزيشن بتاعي. ليه؟
لان بنسبه 70 80% انا ببقى متصور ان انا بوفر للعميل كذا وكذا وكذا، يا اما يطلع في الاخر ان لا ده انا اللي انا معتبر ان انا بوفره كبنفيت او كفاليو، دي فيتشر عندي انا مش معبر عنها بطريقه صحيحه، العميل هو اللي عبر لي بطريقه قال لي دي وفرت عليا وقت، انا ما كنتش كاتب كده، انا كنت بتخليهم يعملوا ده باسرع في اسرع وقت، هو مش كلمه في اسرع وقت، في اسرع وقت ده الاب سريع مثلا او الخدمه سريعه، مش هو ده اللي هو بيدور عليه، هو بيدور ان هو خد الحاجه ازاي، هو استفاد منها ازاي. فانا عندي هنا اول حاجه بعرف منه البنفيت اللي هو بينالها، وبالتالي بقدر اكتب البروبوزيشن بتاعي. الحاجه الثانيه انه هو، ودي مفاجاه، بكتشف ان العميل بيقول لي على حاجات في الخدمه بتاعتي انا ما اعرفهاش، يعني بيشاور لي كده ايه النقط اللي عجباه في الخدمه بتاعتي، يقول لي ده انا قلت ده، تقول مثلا ده انا قلت لفلانه جارتي عشان الاب عمل كذا كذا، دي عمري ما تصورت انها مفيده واحنا حطيناها كذا، بدات بقى اهتم، ودي بقى لها الاطار بتاعها ونكبرها ونتكلم عنها. فانا دايما بكون اليونيك سيلينج بروبوزل من العملاء نفسهم. ازاي اقيم مستوى سعر الخدمات اللي تساعدني زي حد يعمل ماركتنج او حسابات او تصميم، وخصوصا التجارب مش مشجعه؟ للاسف دي من الحاجات اللي الناس كلها واقعه فيها دلوقتي نتيجه تفاوت المستويات والخبرات، وانه مش كل الناس شاطره ومش كل الناس امينه، فكله بيشتكي من حته الناس اللي بنستعين بيهم عشان خدمات مش معظمهم مش ملتزمين، مش نتيجه كويسه، مش كده. الحاجة اللي أنا دايماً بسعى لها إن أنا أدور على ريفيوز، لازم أما أسأل حد ايجنسي، شركة سوفت وير، أي حد، وأقول له أنت اديني كده مين العملاء اللي شغالين معاك، يديني أسامي العملاء، أروح أسأل العملاء على طول، أعرف من العملاء نتيجة شغل الراجل ده إيه معاهم، حتى لو عملاء قدام بالعكس، لو عملاء قدام هيبقى أفضل، أو معارف إيه نوعية المشاكل اللي حصلت، فأكون انطباع كده أنا منتظر ومتوقع إيه من الخدمة ده. وطبعا لو انا قدرت الاقي كوفاوندر يقدم لي دوت هو اللي يقوم بالخدمه، خلاص يبقى انا كده وفرت على نفسي، بس هخش بقى في تكلفه الفريق اللي هيجي يعمل ماركتنج او سوفت وير او اي حاجه. بالنسبه للي هي خدمات الحكومه او ناس تراخيص مرتبطه بالحكومه، احمد عادل من فكرتك شركتك بيقول احنا ممكن نساعد في ده. طيب اسمح، ازاي اوصل للمنتور اللي ممكن يساعدني بمعلومات عن المشروعات والبدايات واسالهم شويه اسئله؟ عندك فكرتك شركتك وعندك تيك وعندك المنتورز اللي زيي وزي نجاتي وزي الناس اللي على الفيسبوك، ممكن تبعت لاي حد. الفكره اللي عرضها وقلت تفاصيلها يمكن اعملها قبل كده خفت تسرق. زيزو اخر سؤال ده، ما تخافش ان فكرتك تسرق، حتى لو اتسرقت مش كل الناس بتنفذ الحاجات، وفي ناس لازم هتقول لهم الفكره، لكن لو الفكره فيها تفاصيل جوه انت شايف دي التفاصيل المنافسه ممكن ما تتكلمش فيها، انما اتعود ان انت هتقول فكرتك، صحيح مش عمال على بطال، بس لو انت لو قاعد مع انفستور او كوفاوندر محتمل او اكسلريتور او اي حاجه زي كده لازم هتقعد تقول فكرتك، ملهاش حل. عايز اقول لك ان انت بعد 6 شهور لو ربنا شاء وبدا الموضوع يبقى له شكله وهتطلع مثلا في ديمو داي في اكسلريتور، هتلاقي نفسك واقف بتتكلم بكل جرأه عن المشروع بالتفاصيل بتاعته وحققنا وما حققناش. مش اسرار قوي، مش اول حد حتى بينفذ الحاجه بينجح، ده مش شرط، فما تقلقش من موضوع حد يسرق الافكار. انا سعيد جدا انا كنت معاكم، ونسيت اصلا اقدم نفسي، فانا اسف للغلطه دي، واسف انه يبدو بتاع ده اللايف هيتعمل على كذا جزء، والله اعلم يبدو كده، والصوره ثبتت على مشهد غريب جدا برضو، بعتذر عنه. ولو اتكرر لقائنا بعدين ان شاء الله هحاول يبقى فيه انترنت كونكشن افضل من كده بكتير. ان شاء الله رايزب مكمله مع السلسله ديت كل يوم سبت واثنين واربع. شكرا مره تانية لرايزب جدا، وشكرا لمحمد نجاتي على المبادره الجميله جدا اللي انا اتشرف ان انا ابقى موجود فيها، وان شاء الله رب العالمين اشوفكم على صفحه خضرو بيزنس في لايف وفي البوستات وفي الفيديوهات وعلى الاكونت بتاعي وفي خضرو بيزنس على يوتيوب. في كتاب انتوا اكيد كلكم عارفين يعني كنت عامله من حوالي شهرين اسمه رائد الاعمال انسايد اوت، الحاجات اللي بنقولها دلوقتي دي كتير منها موجوده في الكتاب، وفي حاجات كمان موجوده بتفصيل اكتر بحيث ان تقدر تستخدمها كمرجع ليك، وما شاء الله الريفيوز بتاعتها كانت جميله قوي. شكرا جزيلا، واشوفكم في مرات تانية، وربنا يوفقكم جميعا طلبه وموظفين ومديرين اعمال ومديرين شركات، ربكم ويسر لكم الامور، واحاول ارد على الناس بقى في الكومنتس بعد كده النهارده يا بكره، واشوفكم تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.